واستمرت المحاضرة لمدة 30 دقيقة تقريبا. خلينا نروح ونعرف تفاصيل أكتر من زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا أمير. النور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، عايزين نعرف منك تفاصيل تمرينة اليوم، لقاء الداخلية على الأعتاب يوم الأربعاء المقبل. أكيد كانت النهاردة كان في تركيز كبير جدا من الكابتن حسام البدري على العديد من الأمور. طبعا النهاردة بيواصل النادي الأهلي تدريباته استعدادا للمباراة المهمة المقبلة أمام إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعد كمان الفوز الأكثر أهمية على فريق الإنتاج الحقيقي بنتيجة 2-1 في مباراة يمكن كانت صعبة جدا، وكان الجهاز الفني حاطط عليها آمال كتيرة جدا في الفوز عشان الفريق يقدر يواصل انتصاراته المتتالية بشكل جيد جدا، ويبقى في طريقه إن شاء الله لتحقيق البطولة رقم 40 والبطولة الثالثة على التوالي في بطولات الدوري. بالتالي النهاردة المران ابتدى بالظبط يا محمد تمام الساعة 4 عصرا، وكان قبل المران في محاضرة بالفيديو كده من كابتن حسام البدري واللاعبين، والكلام كان على فريق الداخلية ونقاط القوة والضعف لهذا الفريق وضروري استمرار الانتصارات المتتالية بالنسبة للنادي الأهلي عشان يقدر يفوز الدوري ويحسم الأمور نسبيا إن شاء الله قبل المشاركة الأفريقية ومباراة منانا إن شاء الله يوم 6 مارس، تكون الأمور خلاص شبه حسمت بالنسبة للنادي الأهلي عشان يتم التركيز بطريقة كبيرة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي أحد الأهداف المهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين بالطبع طبعا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. النهارده المران يمكن شارك فيه جميع اللاعبين، لكن تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين النهارده لليوم الثاني على التوالي. اللعيبه اللي شاركت بشكل اساسي في المباراه السابقه امام الاتحاد الحربي كان عندهم تدريبات استشفائيه، وده طبعا بسبب محمد دايما انت عارف ضغط المباريات اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي خلال الفتره السابقه بالتحديد خلال كل 3 4 ايام مباراه، فكان في حاله اجهاد اكيد بالنسبه للاعبين اللي بيشاركوا بشكل مستمر في المباريات، فبالتالي النهارده كانت تدريبات استشفائيه بالنسبه للاعبين الاساسيين. في المقابل كانت للمجموعه الثانيه تدريبات بدنيه قويه وبعض التدريبات الكره وايضا تقسيمه مع نهايه المران. لكن طيب زميلي امير، عايز اسالك على اللعيبه اللي عايز يعني فيها عوده من الاصابه زي سعد سمير، زي باقي اللاعبين عبد الله السعيد، باسم علي، كان ايه تدريباتهم النهارده؟ طيب خليني اقول لك بالنسبه لسعد سمير وعبد الله السعيد بالتحديد، هو سعد سمير خلاص جاهز من الناحيه الطبيه بنسبه 100%، لكن من الناحيه البدنيه بيتم تهيئه سعد سمير وزياده المعدل البدني بالنسبه له عشان يكون ناقص بشكل اكبر للمشاركه في المباريات. فبالتالي النهارده صباحا بالتحديد الساعه 10 الصبح كان في تدريبات تاهيليه لكل من سعد سمير وعبد الله السعيد، واللي هو يمكن كان بيحاول او خلاص يبقى فيه عمليات استشفاء بالنسبه له من الاصابه اللي جات له في العضله الخلفيه. فالنهارده بالنسبه لسعد سمير اتمرن الساعه 10 الصبح صباحا، وايضا اتمرن في المران الجماعي بشكل طبيعي جدا مع الجهاز الفني ومع اللاعبين، ويعني كان نوع من انواع ارتفاع المعدل البدني بالنسبه لسعد سمير. اما بالنسبه لعبد الله السعيد فالتدريب النهارده ايضا كان تاهيلي بالنسبه له في الساعه 10 صباحا، وايضا تدريب مسائي بس مش تدريب جماعي طبعا، ايضا تدريب تاهيلي بالنسبه لعبد الله السعيد عشان يتم شفائه من الاصابه بشكل كامل عشان يرجع ان شاء الله في اقرب وقت ممكن يكون متاح للجهاز الفني واللاعبين. بالنسبه لباسم علي، باسم علي لسه بيستمر في التدريبات التاهيليه في الجيم، خصوصا باسم علي عنده زي طبعا اجهاد كده قوي شويه في العضله الاماميه باله، فلسه قدامه اكثر من يوم باسم علي عشان يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. اما بالنسبه محمد لاحمد حمودي اللي اتعرض لالتواء قوي خلال مباراه الانتاج، ويمكن هو كان ظهر بشكل جيد وقدر انه يحرز هدف في هذه المباراه الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي احمد حمودي لسه يعني قدامه بتاع حوالي 10 ايام كده على حسب طبعا كلام دكتور خالد محمود طبيب الفريق عشان يقدر ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه مع اللاعبين، لكن حالته مطمئنه يعني الحمد لله ما فيش. طيب شريف اكرامي، شريف اكرامي كان غاب عن تمرين امبارح بسبب الالام، النهارده شارك بصفه عاديه؟ شريف اكرامي بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وجاهز للمشاركه في المباريات على حسب طبعا الرؤيه الفنيه واحتياج الكابتن حسام البدري دي في اي مباراه مقبله، ويمكن هو كان شارك في المباراه اللي قبل اللي فاتت طبعا امام النصر وقدم بشكل جيد، لكن هو كان يمكن عنده اصابه خفيفه جدا وقدر ان هو يشارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي جدا. محمد فخري لاعب الشباب لاعب 99 القادم من غزل المحله شارك النهارده في التمرين. كان عنده بعض التدريبات التاهيليه ايضا عن طريق طبعا الجري حوالين الملعب، وخصوصا يمكن هو عنده بعض الاجهاد بسبب المشاركه مع فريقه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن بصراحه يعني هي كانت تدريبات بدنيه او تدريبات تاهيليه بالنسبه لمحمد، ان شاء الله يكون واقف ايضا في اقرب وقت ممكن، ويعني هو ممكن ما يكونش ليه دور قوي خلال المرحله المقبله محمد، وخصوصا ان الفريق داخل على البطوله الافريقيه وكابتن حسام البدري عنده حسابات معينه وعنده لاعبين
جاهزين ومقيدين في القائمة الأفريقية، وهو اللي هيتم الاعتماد عليهم من قبل الجهاز الفني. طيب الزميل أمير، بالنسبة للتقسيمة كان تم المشاركة، اللعيبة اللي شاركت في اللقاء خدوا راحة من التقسيمة ولا شاركوا فيها بعد التمرينات الاستشفائية؟ لا، زي ما قلت لك، هو بعد ما اللاعبين عملوا التدريبات التشريعيه، وهم اللاعبين الاساسيين، ده كلامي عن اللاعبين الاساسيين، كان عندهم بعض التدريبات ايضا في صاله الجيم، لكن ما شاركوش خالص في التقسيمه اللي كانت مع نهايه المران. التقسيمه دي كانت مخصصه للاعبين اللي ما شاركوش في اخر مباراه، وادوا بشكل جيد جدا خلال التقسيمه. وبشكل عام يا محمد، خليني اقول لك ان جميع قائمه النادي الاهلي وكل اللاعبين المتفاحين اللي ما عندهمش اي اصابات كلهم بحاله فنيه وبدنيه مميزه جدا، وجاهزين بشكل كبير جدا لاي لقاء او اي وقت يطلبه الكابتن حسام بدري يدافع بيهم. وزي ما شفنا في كان في مثل اكثر من مثل طبعا خلال المباريات السابقه، زي احمد حمودي وابي ميدو جابر واكثر من لاعب كابتن حسام بدري عند الاحتياج ليهم، بيكونوا في الموعد وبيقدروا يؤدوا بالشكل المطلوب بنفس الشكل اللي بيؤدي فيه اللاعبين الاساسيين. وده احدى الاهداف المهمه ايضا من كابتن حسام بدري، هو تجهيز اكبر كم ممكن من اللاعبين تحسبا الاحتياج ليهم خلال الفتره المقبله. وزي ما قلت لك اكيد مع فترة مهمة زي فترة حسم بطولة الدوري، وأيضا فترة مهمة وهي بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهدف جديد بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله. عايز أسألك عن مستوى مروان النهارده، كنا سامعين إنه متألق في تمرينة اليوم. مروان محسن فعلا مروان محسن شارك في تدريبات النهارده بشكل جيد جدا. هو كان طبعا خلال المباراتين السابقتين كان متاح بالنسبة للجهاز الفني، وشارك في بعض الدقائق في مباراة النصر. المباراة اللي فاتت كان هينزل في الشوط الثاني، لكن لما اجاي حط الهدف كابتن حسام بدري غير رايه ونزل حسام غالي عشان في مجريات الامور بالنسبه للمباراه وحسابات الكابتن حسام بدري. فبالتالي مروان محسن النهارده كمان في خلال التقسيمه احرز اكثر من هدف، وكان ظهر بشكل اكثر من رائع. واضح ان مروان عنده اهداف على المستوى الشخصي يا محمد مهمه جدا بالنسبه له، هو شاركه في المباريات والتالق ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر في كاس العالم ان شاء الله في شهر 6 المقبل، ودي احد الاهداف المهمه جدا بالنسبه لمروان محسن. فالنهارده اعتقد تالقه كان بدايه ان شاء الله لعوده مروان محسن بقوه خلال الفتره المقبله. عايز اسالك ايضا على احمد ياسر ريان وباقي المواجهين، باين ان في تركيز كبير جدا في الفتره اللي جايه، كل بيحاول ان هو يشارك امير زي ما انت بتقول. بالظبط طبعا، هو اي طموح بالنسبه لاي لعيب هو المشاركه في المباريات، فبالتالي عشان يشارك في المباريات لازم يتالق خلال التدريبات، لازم يقنع الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري بالشكل المطلوب عشان يقدر يدفع بيه خلال المباريات. فاكيد احمد ياسر ريان من اللاعبين الواعدين جدا في صفوف النادي الاهلي، واللي بيأدي التدريبات بشكل مميز جدا، وبيتالق خلال التدريبات وخلال التقسيمه كمان بيقدر يحرز اكثر من هدف بشكل رائع، وهو عنصر مبشر في صفوف النادي الاهلي من الناحيه المستقبليه يا محمد. اكيد طموح اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي الفتره الحاليه هو المشاركه في المباريات، فبالتالي لابد من الاجتهاد بشكل قوي جدا في التدريبات عشان يقدروا ان هم يشاركوا ويثبتوا وجودهم ان شاء الله، ويحققوا ذاتهم ان هم ان شاء الله يساهموا مع النادي الاهلي في مختلف المباريات ومختلف البطولات المهمه المقبله ان شاء الله. امير، غدا تمرين النادي الاهلي الساعه كام؟ ان شاء الله مران غدا هيكون تمام الساعه 3 عصرا، بعد ما او قبل مران كمان خليني اقول لك هيكون في محاضره اخرى بعد المران. طبعا كابتن حسام بدري هيحدد القائمه الخاصه بمباراه بعد غد امام فريق الداخليه، وهيتم تحرك الفريق لاحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه، ملعب بيتر سبورت، ومباراه اكيد الساعه 3 مساء. ان شاء الله هيكون فور وصول الفريق لاحد الفنادق، ان شاء الله هيكون في محاضره اخرى عقب العشاء بالنسبه لكابتن حسام بدري واللاعبين عشان يتم الاستقرار بشكل اكبر على طريقه واسلوب اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري في هذه المباراه، وتكون ان شاء الله خطوه جديده يا محمد النادي الاهلي يقدر من خلالها ان هو يقرب يحسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا. خلاص اعتقد 7 نقاط والنادي الاهلي يحسم البطوله بشكل رسمي، وده الهدف المهم. وخليني اقول لك ان في هدف ثاني ايضا يا محمد، هو كسر الرقم القياسي بالنسبه للنادي الاهلي في الفوز المتتالي. يمكن النادي الاهلي كان قدر ان هو يفوز في احدى الاعوام، يعني تحديد 2005 2006 النادي الاهلي حقق رقم قياسي كبير جدا، هو فوز في 21 مباراه متتاليه. فبالتالي النادي الاهلي حتى الان 13 فوز متتالي، ان شاء الله المباراه القادمه 14، وده هدف من اهداف الجهاز الفني لكسر الرقم القياسي المكتوب باسم النادي الاهلي في تاريخ بطوله الدوري بشكل عام وتاريخ الانديه المصريه، وده اللي مركز عليه ان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله المقبله. زميلي امير هشام مراسل قناه نادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. القائد امير، استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الفريق الداخليه، عرفنا ان اللعيبه الاساسيه خدوا تمرينات استشفائيه ولم يشاركوا في باقي المران واتجهوا الى الجيم. اللعيبه اللي لم تشارك في اللقاء واللي بتواصل التجهيز كان عندهم مران قوي جدا، وخلينا نقول ان مروان محسن من واحد من الفراوده المميزين الصراحه.
بصراحه في صفوف النادي الاهلي والمنتخب المصري. اتكلمنا عليه كتير، مروان من اللعيبه المؤدبه المحترمه اللي عنده طموح، كان عنده مشاركه قويه مع كاس في مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه اللي فاز بها منتخب الكاميرون على المنتخب المصري في اللقاء النهائي، ولكن هو كان بيشارك بشكل قوي جدا وللاسف حصلت له اصابه الرباط الصليبي. مروان غاب فتره ولكن عاد بقوه بعد ما تمثل لي الشفاء، وبيحاول مره اخرى انه يستعيد العديد من المستوى الفني ومستوى البدني اللي دايما كان مميز وكان بيحرز اهداف جميله مع النادي الاهلي او مع المنتخب مصر. النهارده احتفل بعيد ميلاده وحتى احرز هدف جميل جدا جدا النهارده في تمرين النادي الاهلي، ويبدو ان يعني عشان بيحتفل بعيد ميلاده فحب يرسل هديه في شباك الحراس المرمى. النهارده بنقول له من خلال قناه النادي الاهلي كل سنه وانت طيب يا مروان. نروح نشوف، لا لسه ما خلصش، طيب هنكمل مع حضراتكم باقي الاخبار حتى يجهز ان احنا النهارده. كنت لسه بقول لحضراتكم مروان كان متالق في تمرين النادي الاهلي. خلينا نروح لموضوع التذاكر ماتش منانا اللي جابوني السيد محمد مرجان مدير تنفيذي للنادي الاهلي، اتكلم على موضوع التذاكر وهيبقى على الموقع الالكتروني هيتم طرح التذاكر. هيبقى في عدد من التذاكر لاعضاء الجمعيه المهمه في النادي الاهلي، ولكن العدد الاكبر هيبقى على طريق الانترنت بنفس الطريقه اللي كانت جماهير النادي الاهلي بتحصل على التذاكر. ماتش مهم جدا وبدايه افريقيه جديده للنادي الاهلي يبحث عن اللقب التاسع باذن الله، بطوله من البطولات المحببه لقلب عشاق كل الجماهير الاهلاويه ايضا الجماهير المصريه اللي تعودت انها تشوف النادي الاهلي في منصات التتويج. ايضا اضاف ان في حصه مخفضه هتبقى على اعضاء النادي قلت لحضراتكم، ومجلس اداره النادي الاهلي اكد ان هو بيتمنى ان عدد التذاكر يكون يعني على المستوى المطلوب عشان الوفاء باحتياجات كل الجماهير، ولابد من الاخذ في الحسبان ان المباراه هتقام في وسط الاسبوع وفي يوم عمل وهناك ازدحام في هذه المنطقه، فضلا عن العبء الكبير اللي بتحمله رجال الامن اللي بيبذلوا جهدا واضحا والتعاون معهم لابد ان يكون على نفس المستوى، والهدف هو اقامه المباراه باستاد القاهره وتحقيق رغبه الجهاز الفني وايضا راحه الجماهير والعمل على سلامتهم. موضوع اللعب على استاد القاهره بالنسبه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، طبعا استاد برج العرب من الاستادات الجميله ومساحته بالنسبه للناحيه الفنيه مساحه جميله وايضا بالنسبه للجماهير، ولكن بيبقى فيه مشقه انك بتسافر وبتعمل معسكر وبتاخد فتره، ولكن وجودك في ملعب استاد القاهره، استاد القاهره دائما وابدا مرعب للمنافسين، يعني بالنسبه لاي منافس بيجي لاعب النادي الاهلي منظر استاد القاهره ويعني قيمه اسم استاد القاهره بيبقى له قيمه كبيره جدا. النادي الاهلي ارتبط مع استاد القاهره في العديد من المحافل الدوليه والافريقيه، يعني كوتوكو 82 استاد القاهره، نتكلم على 83 84 85 وحتى 86 وبطوله كاس الكؤوس برضه النادي الاهلي كان بيتوج في استاد القاهره، نفس الشيء في 87 عميل الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا كان في استاد القاهره. اذا مرورا بالالفينات استاد القاهره بيبقى خلاص عامل رعب بالنسبه للمنافسين، في نفس الوقت بيريحك انت في ارضك في ملعبك حافظ كل المساحات، ملعب واسع ارضيته دايما على اعلى مستوى، فبتبقى بالنسبه لك راحه وبتبقى افضليه ليك ان انت تنافس على دوري ابطال افريقيا. وحضراتكم لو تتذكروا برضو نهائي الكونفدراليه كان واحد من اللقاءات اللي كان ملعب استاد القاهره ممتلئ بجماهير النادي الاهلي اللي هي دائما وابدا اللاعب رقم واحد للنادي الاهلي، فكل هذه الامور خلت الجهاز الفني للنادي الاهلي ان هو يصمم على اللعب على استاد القاهره، وده حقه وطبعا بيديله كل التاريخ وكل الحاضر ان شاء الله هيكون داعم في هذا الامر. طيب احنا هنطلع فاصل مشاهدينا ونرجع نستقبل ضيوفنا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل طعيمه وايضا كابتن رضا شحاته، واوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا واستقبل ضيوف وضيوفكم الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل تعيمه. مساء الخير يا كابتن. اهلا فندم، اهلا بيك. صح حضرتك. الحمد لله تمام. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن رضا شحاته. مساء الخير كابتن فاروق. مساء الخير حبيبي ربنا يخليك. تمام الحمد لله.
هنبدا بمباريات الجوله ال 26. في البدايه برضو حابب اخد راي كابتن عادل طعيمه. الجدول الدوري اصبح فيه تقارب كبير، ولكن من بعد النادي الاهلي في المركز الاول وحتى المركز الاخير، وايضا اصبحت اسابيع الحسم يا كابتن عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستقرار بيولد نتائج، بيولد عروض. الاستقرار الاداري والاستقرار الفني، وده اللي على مدى تاريخ النادي الاهلي بيتمتع بيه. مجالس ادارته على مدى تاريخه بتيجي عندها قرارات واحده، وكل والقرار ده بيتوارث مع كل المجالس ومع كل الاجيال. في استقرار اداري مع استقرار فني بيديلك نتائج، يديلك داخل في 35 بطولة الدوري وزيهم في الكاس و 39 اسف، واللي جاي ال 40 ان شاء الله، فالى جانب طبعا البطولات الافريقيه وكذا. فطبعا ده حاجه طبيعيه ان الكل بيتنافس على المركز الثاني، والفارق بعيد جدا عن النادي الاهلي. استقرار بيولد نتائج، بيولد اداء ممتع، بيولد مبادئ النادي الاهلي وسلوك النادي الاهلي على الرغم من الضغوط اللي بيتعرض ليها، واحيانا بيبقى فيه نوع من التجاوزات في الخشونه، تجاوزات في التحكيم مقصوده او غير مقصوده، طبعا اكيد مش مقصوده، لكن ما حدش بيعترض وما حدش بينفلت لا من جهاز فني ولا من جهاز اداري، لانه دايما النادي الاهلي هو القدوه وهو المثل، وعشان كده بفضل الله النادي الاهلي دايما في المقدمه، سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي او حتى على مستوى القارات. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه على البطولات القاريه. اكيد. كابتن رضا، بالنسبه لاسابيع الحسم، الفارق الاهداف ما فيش مثلا غير استثناء لقاء الاسيوطي والداخليه في 4 اهداف مقابل هدفين، يا فارق هدف يا تعادل. بص، انت هتلاقي الفتره اللي جايه هتلاقي ده موجود، لان كل الفرق بتبقى خايفه. احنا ما بنعوضش بقى، احنا الدور الاول بنقول ممكن في الدور الثاني نعوض. يعني دايما المديرين الفنيين لما بيجي يتكلموا في النقطه دي يقول لك انا عندي فرصه اعوض تاني في الدور الثاني، ولكن انا دلوقتي خلاص انا بفنش. يعني نهايه السباق اللي هيقع منه مباراه واحده هو بره الحسابات الدوري، فكله بيحسبها كده، فبيبقى في تحفظ شديد ان انا ما يدخلش فيه هدف، وفي نفس الوقت عايز اكسب. فبيبقى اللعيبه بالنسبه التركيز هنا بتعلى، لان هنا اللعيبه بتتحول بقى من لعيبه الدور الاول لعيبه الدور الثاني. لعيبه الدور الثاني دي عندها حاجتين، هو عايز دايما يبقى موجود في الدوري، وعايز حاجه ثانيه ان هو عايز يسوق نفسه لان هو يتحرك من فرقته ويروح فرقه ثانيه. فالنهارده بيعمل ايه؟ بيدي الباور اعلى، والفتنس بيبقى اعلى، والتركيز بيبقى اعلى في الفترات دي. المدرب الشاطر اللي بيقدر يستغل ده ويقدر يترجمه انه ياخده حاجه ايجابيه بالنسبه له. المدرب اللي مش قادر يفهم الوقت ده او التوقيت ده بيضغط على اللعيبه، فلو ضغطت على اللعيبه في التوقيت ده اللعيبه تقع منك ذهنيا وبدنيا. فالمدرب الذكي اللي في التوقيت ده اللي يقدر يستغل ده ويقدر يطلع بيهم بشكل كويس ومستوى يبقى ثابت للمرحله نفسها، وده بيدي برضه استقرار لمكانه في الجدول، وبيبتدي يهرب من مرحله ودوامه بالزبط. الهبوط. هنبدا مع حضراتكم ولقاء النادي الاهلي امام الانتاج الحربي. النادي الاهلي وصل الى فوزه ال 22 والنقطه 69، وفاز على فريق الانتاج الحربي في مباراه كانت قويه بهدفين مقابل هدف. كابتن عادل، النادي الاهلي واجه فريق محترم، جهاز فني محترم، كابتن مختار، ولكن الاهلي حتى ببعض التعديلات في التشكيل ولكن استطاع انه يحقق النتيجه. الوضع الطبيعي انه كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بيبقى يوم العيد القومي لكل فرقه من الفرق، فكله بيستعد وكله بيتحفز علشان عايز يظهر نفسه امام النادي الاهلي وعايز ياخد بنط من النادي الاهلي باي شكل. الكل بيسعى انه بيامن الجانب الدفاعي، والجانب الهجومي بيبقى على استحياء، وبالتالي انه الماتش ده طبعا لو هتلاحظ هتلاقي الكثافه الدفاعيه لنادي بتروجيت كان بيلعب على الهجمه المرتده عن طريق خالد قمر، انما النادي الاهلي هتبص تلاقي، شوف الشاشه قدامنا 8 أو 9 موجودين على خط ال 18 ده طبعا. ومع ذلك مع كل الكثافه ديت، الاختراقات اللي من الاطراف والاختراقات اللي من العمق اللي اسفر عنها هدف ما بين حسام عاشور واحمد حمودي، حسام عاشور عملها تمريره رائعه
مع اختراق لحمودي حاططها له ما بين السرد باكين، والحاجه دي كان ممكن تتكرر اكتر من مره. الهجمات النادي الاهلي فيها تنوع، يمكن في الشوط الاولاني كل لعيب بيبقى حريص قوي انه وهو بيأدي بيطلع بالنتيجه، وفي نفس الوقت من غير ما يكون فيه اصابات ممكن تكون مؤثره. طبعا الباك ليفت في الماتش ده يعني الحقيقه اعتداء غاشم على حمودي مرتين. هو مرة قاعد قاعد يعني مره خد انذار، والمره الثانيه كان مفروض فيها كارت احمر. وانا بستغرب ان لعيبه النادي الاهلي بيقال عنها انها ما عندهاش اخلاق. طب الكلام ده كان في اول الشوط الاولاني، الراجل دخل الباك ليفت دخل فيه مرتين متتاليتين، ولو كابتن فاروق يعني كان حاسب شويه، لان يعني الاصابه دي كانت اصابه شديده جدا، وكوره على الخط على خط المرمى وعلى خط الجانب وما فيهاش ادنى خطوره، ومع ذلك الراجل داخل الزحلقه وداخل في رجليه، وبعدين المره الثانيه برضه بتتكرر طلعه من الملعب. طبعا ضربات الجزاء حدث عنها ولا حرج. طبعا علشان توقف الفتحي هتوقفه ازاي الا بكرات زي كده. وانا بستغرب يعني انا يعني كره زي دي ازاي ما تبقاش ضرب جزاء؟ ده غير طبعا ضربات جزاء ثانيه، في ثلاث ضربات جزاء. عامل السرو كابتن عادل حسام عاشور اللي دايما الناس بتنتقد، يقول لك ان حسام عاشور بيلعب للخلف، يعني كورتين واحده ضربه جزاء واحده هدف. لا بس في نقطه لازم الناس تبقى فاهماها، الكابتن حسام بيبقى مدي تكليفات، عبد الله السعيد موجود يبقى هو اللي بيعمل هو اللي بيبني الهجمات، وحسام بيقوم بدور ثاني. عبد الله السعيد مش موجود، ممكن حسام هو اللي يقوم ببعض التكليفات مع اجاييه. ف مش عايزين نظلم الراجل، لان الراجل بيبقى واخد تكليفات ان هو بيامن الجانب الدفاعي فقط، وبيبدا الهجمه من تحت عن طريق السرد باكين، بيسقط بينهم وبعدين بيستلمها ويبتدي يشغل الملعب. لما بيكون في عبد الله على طول بياخدها بيديها لعبد الله، عبد الله بيسقط بيديها له ويبتدي يامن هو الجانب الدفاعي، وعبد الله يبتدي الشغل بتاعه. الازارو في الماتش ده الحقيقه يعني عمل اكتر من كوره كانت في منتهى الروعه، عمل واحده لاجاييه وللاسف كانت جوه الجول، وبرده اللاين مان اللي ناحيتنا الشوط الاولاني برده عمرنا ما بنتكلم على التحكيم، لكن لما يكون في ماتش واحد كل هذه الاخطاء، اربع ضربات جزاء، كرات تسلل ما هياش تسلل، طبعا وارد ان الحكم يغلط. ادي الجول اهو، شوف شائق منين، ده تدريب، ودي جمله اللعيبه بتعملها، وده يحسب للجهاز الفني وللاعبين، لان اللعيبه بينفذ الكلام اللي هو المدرب بيديهوله. الروح القتاليه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها، ودي نقطه مهمه جدا، انت فارق بينك وبين اللي تحتيك حوالي 18 او 21 بونت، ومع ذلك من اول دقيقه الكل مصمم على الثلاث نقاط. معناها ايه؟ مفيش نوع من الهدوء. في بطوله داخل بطوله، زي ما انا بقول دايما النادي الاهلي ما بياخدش بطوله الدوري بس، بياخد بطوله الدوري ثم اقل عدد اهداف داخل في مرماه، اكبر عدد داخل جايب اكبر عدد مرات فوز وهكذا، فده بطوله داخل بطوله. نعم. علشان يبقى باستمرار فيه الجانب اللي الناس كلها متعوده عليه، اداء ونتيجه. كابتن رضا، وجود حمودي في للمباراه الثانيه على التوالي، ووجود ازارو واجاييه وصلاح محسن وتالق حمودي، هل ده كان السبب الادعى ان كابتن مختار يلعب باسامه محمد اللي استخدم كل الوسائل ومنها العنف عشان يوقف حمودي؟ انت عشان هتلاعب النادي الاهلي الفتره اللي جايه، خلي بالك ان مش كابتن مختار بس، هي كل الفرق هتلعبك بنفس الاسلوب. نعم. هيضطر يبقى عنيف معاك في اللعب، لان هو ما عندوش حل تاني. هو الطبيعي ان هو بيلاعب احمد شديد قناوي، هذا اللقاء عشان الخبره، الخبرات. نعم. هنا بتفرق، احنا بنتكلم ده ليه دايما كل المدربين بيدور على لعيب خبره في التوقيت. انا بقول لك ان دايما لازم تبقى عامل حسابك ان في توقيت انا محتاج فيه ايه، التوقيت ده خبرات مهمه جدا في التوقيت اللي هو في نهايه السيزون ده، لان بيبقى في ضغط ان انا مش عايز النتائج وخايف من الهبوط، مش بكلم على الانتاج، ولكن نعم. في المجمل كفرق دايما بيبقى حساباتهم الخبرات هنا لازم هي اللي لها دور اكتر من اللعيبه اللي بتجري مثلا. هو اسامه عنده يعرف يغطي، ولكن الهدف برضو في الهدف النادي الاهلي، مش عايز اتكلم دايما ان احنا بنتكلم على الجانب الهجومي، يعني عندي جانب دفاعي، يعني في اخطاء في الانتاج هنا.
حسام لاعب مسافه طويله جدا، ازاي اللعيبه هنا مش مغطيه واللعيبه واقفه صح؟ نعم. ولكن عشان ياخد قرار ان هو يجري مع حمودي خد قرار متاخر جدا، فحمودي بقى انفراد وحمودي سريع جدا. بس انا كاسامه لو انا قاري من بدري ان حسام بيعمل سروف، انا لو غطيت بدري هقفل عليه، هو هقدر اغطي فرق السرعه، حتى مش فرق السرعه، حتى انا ممكن اعمل معاه طريقه احمد فتحي اللي هي احنا بنتكلم عليها ضربه جزاء، انا ممكن اقف قدامه. نعم. مش شرط ان انا ابقى بنفس سرعته، يعني انت بتحل موقف السرعه لو انا لعيب بطيء ولعيب بلعب على لعيب سريع بحلها بمواقف ان انا بقف قدامه بعمل فاول. ولكن في الكره دي ما كانش فيه التقدير من لعيبه الانتاج. نعم. كانوا واقفين صح، واقفين صح، ولكن الكره لما اتلعبت ما فيش تقدير هنا. النادي الاهلي عنده ميزه الفرق مش قادره تجري فيها، بقى عنده حلول من على الاطراف ومن نص الملعب من العمق، بقى عنده حل من يمين او شمال او من عمق الملعب، فما بقاش قادر يقفل هنا وهنا وهنا التلات اماكن دول عشان يخترق من القلب او من على الاطراف، بقت فيها مشكله، ما بقت فيها مشكله لكل الفرق. فالحل هنا البديل ايه للمدرب؟ يا اما المدرب يبقى عامل شغل تكتيك عالي قوي واللعيبه هنا هتبقى حافظه الترحيل، وده مش موجود في مصر في المجمل في معظم الفرق، ده مش موجود، فهو بيحلها بحل تاني، حل فردي اللي هو ايه، يا اما العنف يا اما فاولات، ما عندوش حلول تانية صراحه. يعني حمودي حظ وحش جدا في الفتره اللي ابتدى مستواه يرتفع ويحجز مكانه اساسيه وابتدي يحرز اهداف يجي له اصابه. ما هي دي الكوره، يعني هي دي الكوره والتوقيتات، ما حدش بيختار وقت الاصابه بتاعه، ولكن انت ما عندكش حل وما عندكش بديل غير ده. فاحنا بنتكلم في نقطه ان انت بتقابل النادي الاهلي عنده قوه هجوميه عاليه جدا، عندك حته ان حسام عاشور، احنا بنتكلم على حسام عاشور هنا، الادوار اللي بيديها المدير الفني، حسام عاشور بياخد دور دفاعي، حسام عاشور عايز تحسب حسام عاشور الكور بتطلع من رجله سليمه عددها كام، المقطوعه كام، بيقطع كام كوره، بيعطل كام هجمه، ده اللي انا عايزه حسام عاشور. انا مش عايز اعمل سرهات طول ما عبد الله سعيد موجود هنا، عبد الله سعيد مش موجود فبياخد مساحه اكبر في الحته الهجوميه زي ما احنا شايفين، ولكن لو عبد الله موجود مش هيطلع هنا لانه ده مش دوره. فانا كمدرب انا بسستم اللعيبه عندي بتعمل ايه، كل واحد بياخد الدور بتاعه، فحسام دوره ان هو بيقطع وبيطلع الكره سليمه من رجله، وده 100% حسام بيعمله، فدوره هنا منتهي، عبد الله موجود فهو بيعمل الدور التاني. دلوقتي بدا يبقى متواجد لان المساحه عنده، بقى عنده مساحه يقدر يتحرك. اكتر حاجه برضو السوليه دلوقتي بقى في النادي الاهلي. نعم. يعني ايه بقى في النادي الاهلي؟ الاول كان لسه مش واخد على الـ على الـ على الـ على اللعيبه والتعود وطريقه اللعب. دلوقتي لا، اقدر اقول السوليه الحمد لله على السلامه بلغه الكوره، يعني ان هو بدا خلاص، بدا يحفظ طريقه اللعب، بدا ياخد السيستم، بدا العنف اللي هو ان انا خايف على البطوله، بدا شكله يتغير، بيجيب اجوان وبيصنع اهداف بالظبط كده، فبدا الشكل بيعلى، فدي حاجه برضو من الحاجات اللي كان له دور مهم في الهدف الثاني طبعا هو طبعا بالظبط. كابتن علي، اللي عايز ارجع لحضرتك، كان في تمريرات وكرات عرضيه كتيره جدا من معلول، وأزاره الصراحة لو كان موفق في هذا اللقاء كان ممكن يستغل يعني واحدة أو اثنين وكان يزود من رصيد أهدافه، وعنده 16 هدف، ولكن كان غير موفق في هذا اللقاء. هل استمرار معلول وأحمد فتحي في إرسال العرضيات ده برضو من الحاجات الخطط اللي الكابتن حسام بدري دايما بيركز عليها؟ أكيد، لأنه كرة القدم لعبة جميلة ومش معقدة، يعني معروف أنك أنت لما بيكون في فرقة بتدافع بثمانية وبتسعة علشان تخترقها بتلعب حاجة غير محفوظة. نعم. من الحاجات اللي هي غير محفوظة انه حمودي وهو على الطرف يشق وتتلعب له. نعم. ان معلول يجري بين الباك والسرد باك وتتلعب له، وعملها بس صلاح محسن الحقيقة عملها بس خبطت في واحد، ودي وليد كان لسه نازل، وليد كان لسه نازل، لا في محسن، صلاح محسن حط واحدة خبطت في واحد وبقت كورنر. نعم. في تاني طبعا علي معلول عمل واحده برضو في كورنر لازارو، المفروض ان هو يطلع يركبها بمعنى ايه، ان هو يبقى الكوره تبقى تحتيه بحيث ان هو يقدر يوجهها في المرمى زي ما هو عايز. وارد جدا يبقى في اخطاء، والاخطاء مع تكرار المباريات احنا شفنا ازارو اول ما جه كان فيه نوع من الاستعجال عليه وكله كان منتظر، وانا اولهم كنت، يعني احنا جايبين لاعب مفروض يكسبنا. شوف. فعدد الاهداف اللي كانت بتضيع كتيره كانت بتقلقنا، مع الوقت ومع ابتدى الثقه ترجع له، والثقه دي مش من الجهاز بس، الثقه من الجهاز ومن اللعيبه. نعم، هو واثقين فيه. شوف، هو لما بيجيب جول كل اللعيبه بتجري عليه وبتديله مساحه كده من الاطمئنان، ويخبطوا عليه ويضحكوا معاه، ليه؟ علشان هم عارفين ان هو لعيب كويس، وان هو اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، لانه بيتميز بالسرعات، وبيتميز ان هو بيتواجد في الاماكن الخطره جوه 18. من ضمن الحاجات انه النادي الاهلي بيلعب على الاطراف زي ما انت شايف.
وبعدين اختراقات من العمق، تسديد من بره، المندفع من الخلف وبتتلعب له، ودي بنشوفها في الماتشات كلها. يمكن الماتش اللي فات برضو شفناها اكتر من مره. كم التنوع ده لما اللعيبه تبقى حافظاه وعارفاه تتمرن عليه، والجهاز بيصر انك انت النهارده فريق الانتاج الحربي. الباك ليفت لعيب كويس، لعيب كويس قوي، لكن السن كبر شويه، فممكن السرعات في الحته دي ممكن تاثر. كذلك الباك رايت كان من اشبال الاهلي، الباك رايت احمد شبراوي، احمد شبراوي برضه ما هو السريع، فانت استغلال سيد الشبراوي، استغلال علي معلول واستغلال محسن، صلاح محسن من الحته دي، انه كابتن حسام حطه في الجانب الشمال بحيث انه يستغل السرعات دي ويوقفه بحيث ان هو ما يكملش في اي هجمه، وده اللي حصل فعلا. التنوع ده هتلاقيه من ماتش لماتش بيتغير، هتلاقي في بعض الماتشات هيبقى كابتن حسام بيركز على التسديد من بره. ليه؟ لان في فرقه ممكن بيقفل لك الاطراف. طب هنا كابتن عادل، حينما تلقى النادي الاهلي الهدف من ضربه جزاء، هل حضرتك شفت ان الاهلي غير سيستم اللعب وطريقته عشان يحرز الهدف الثاني؟ ابدا ما غيرش، بس هو الغريب والعجيب انه الحكم الخامس كابتن طارق يعني الكره دي مش يعني مش موجهه، يعني مش في وجهته، يعني الكره دي اللي احتسبت، اللي احتسبت احتسبت ضد الاهلي، يعني لو تتعاد يعني بعد اذن المخرج، لو هتتعاد هتتعاد يعني صعبه جدا. يعني اولا الكره دي مش المفروض الحكم هو اللي يشوفها، مش هو، لان الكره دي الواجهه كده، الكاميرا لما هتجيب الكره اولا هي خبطه في دماغ خالد قمر، معرفش جت في ايده ولا ما في ايد ايمن، ولا ما اعتقدش انها جت في ايد ايمن، لانها لو جت في ايد ايمن كانت وقعت تحتيه، انما هي رايحه جامده، رايحه جامده، معنى انها رايحه جامده يعني خبطت في حاجه جامده، ما خبطتش في ايد، معنى انها تخبط في الايد يعني تنزل تطب في الارض. هي صعبه جدا يعني ان هي للرؤيه يعني، وعشان صعبه جدا ما تتحسبش ضربه جزاء. هي دي يعني، بس طبعا صعب ان انا اشوفها من هنا، لكن يعني كل الناس متخيله انها ضربه مرمى. نعم، فوجئنا من كابتن طارق، الكره دي استحاله هو يشوفها، استحاله. يعني زاويه الرؤيه بالنسبه له صعبه. طب ممكن يكون عشان، طب بص يعني هو شاف ايد، جت في ايد مين هنا؟ جت في ايد مين هنا؟ يعني هي هو جت في دماغه، جت في الكتف، وكتف خالد قمر، ويمكن عشان مستوى ايد ايمن هو اللي خلاها كده. انا عايز اعلق على النقطه دي. بص، هي حتى لو ما جتش في ايده هي تتحسب برضه. ليه؟ هو ايده هنا مش وضع طبيعي. يعني ايدي يعني هنا، ايد ايمن هي اللي خلت الوضع طبيعي، مش في ايدي انا مش حارس مرمى عشان اطلع ايديا فوق وايده فوق قوي. فهنا حتى لو ما جتش، حق الحكم لو خده هيحسب، ودي تبقى في صالح الحكم مش في صالح اللعيب، لان ايدك في وضع مش طبيعي. ان الايد في وضع طبيعي هي تبقى في مستوى كتفي، انما ايدك بتطلع فوق دماغك بمسافه طويله، فهنا اديت احساس ان انت هتلعب بايدك حتى لو ده مش موجود. ايمن ان هو يشوف حاجه، انا بكلمك ان هي حتى ما جاتش. انا بكلمك ان هي ما جاتش في ايده. الطبيعي ان ايدك ما تطلعش في المستوى ده، ده حاجه مش طبيعيه، يعني حاجه ابنورمال في الحته دي. ان هي تتعمل، هو اللي خلى الحكم ان هو بالظبط كده، هو اللي ادى فرصه ان هو يقرر الى حد ما ان هو قرر فيها. فدي هي دي النقطه. ولكن حته ان هي جت في ايده او ما جتش، حتى هي هتبقى في صالح الحكم اكتر من اللعيب يعني. كابتن عادل، نزول وليد سليمان مكان حمودي، وليد من اول نزوله كان له فرصه بالكره راسيه، ثم فرصه ثانيه استلمها وحطها بشكل مميز وجت في القائم. وليد من اللعيبه اللي بتجيد التهديف، فهل ده ادى افضليه للنادي الاهلي؟ هو وليد دايما لما بينزل بيعمل نوع المهاره العاليه جدا لما تبقى موجوده، مع الروح القتاليه اللي عنده، مع اللمسة الرائعة في التمريرات، ودايما تمريراته بتحرز أهداف، يا إما هو بيجيب أهداف بيشكل خطورة. وأعتقد أنه من ساعة ما نزل لحد لما الماتش خلص تعرض لكم من الخشونة، وآخرهم في آخر دقيقة. فطبعا وليد إضافة قوية جدا لفرقة النادي الأهلي، ودايما هتلاحظ في كل ماتشات النادي الأهلي كابتن حسام بيخليه ورقه رابحه جدا معاه، بحيث انه ممكن يبتدي بيه المباراه زي في ماتش الزمالك، وممكن يبقى معاه في اوقات تانية بيدفع بيه
على اساس ان هو في مباريات متتاليه، فهو مش عايز يدير مباريات متتاليه وبعدين يفقده في احد المباريات. نرجع لضربه الجزاء، احنا ما بنلعبش كوره اللعيبه مكتفه. انا استاذن حضرتك بس احنا معنا على الهاتف اللواء سياده اللواء اشرف عامر من الانتاج الحربي. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. برحب بحضرتك، تحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن رضا شحاته. اهلا بيكم واهلا بالكباتن واهلا بحضر الاهلي والساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول بنبارك لحضرتك تجديد لكابتن مختار مختار. والله طبعا الحمد لله، احنا يعني كابتن مختار يعني بيأدي معانا موسم متميز، واحنا الحمد لله كنا من البدايه متفقين يعني، والتجديد ما خدش على كابتن مختار وقت يعني، الراجل متفاهم جدا، والحمد لله جددنا سنتين مع كابتن مختار، وان شاء الله نتمنى اللي جاي يكون افضل للانتاج باذن الله. طيب انا عايز اسال حضرتك، التعاقد مع كابتن مختار كان وضعيه نادي الانتاج مش في المستوى المطلوب، ومع كابتن مختار ما شاء الله فريق الانتاج حتى الان في المركز السادس وبيمشي بخطى جيده. والله الحمد لله. طبعا احنا طبعا الكابتن مختار جالنا في نهايه الموسم اللي فات 16-17، وبدانا نبص نبني للموسم الجديد، وكانت البدايه ان احنا نزلنا بالمراحل بالاعمار السنيه بالفريق، وبدانا وعملنا فتره اداء كويسه، وطبعا الكابتن مختار طبعا بخبرته بالجهاز الفني اللي معاه، واحنا كاداره طبعا لبينا الحمد لله كل المطالب تقريبا يعني، وبدانا موسم متميز، والحمد لله ما زلنا برضه بنأدي مباريات كويسه، وفي كوره وفي جمل وفي تكتيك على الارض كويس يعني، فالحمد لله يعني كابتن مختار حاجه مكسب كبير جدا لينا واضافه للفريق، وان شاء الله معانا باذن الله الموسم اللي جاي واللي بعدين ان شاء الله يبقى في اماكن ان شاء الله احسن من كده باذن الله. سياده اللي هو قرار كان صعب الاستغناء عن عمر السعيد وهو احد هدافي الدوري مش بس هداف فريق الانتاج، ولكن يبدو ان خالد قمر يعني عوض الغياب. بكل تاكيد، بس هو طبعا عمر السعيد طبعا كان برضه لاعب متميز جدا، ولكن كان برضه هو كان عقده خلاص فاضل فيه شهور وينتهي، ومش من الحكمه ان انا يعني ما استفدتش من وجود عمر سعيد معايا، وطبعا عملنا اقصى استفاده من الصفقه مع دجله، وعملنا 30% من اجمالي بيع عقده بعد كده لاي نادي اخر، وكان البديل الحمد لله على قدر المسؤوليه كابتن خالد قمر يعني، الحمد لله بيقدم معانا لحد دلوقتي مباراه متميزه جدا، وان شاء الله يبقى اضافه الفتره الجايه معانا باذن الله. طيب انت فندم هيكون الانتقال يعني نهائي في نهايه الموسم ولا هيبقى بس على سبيل الاعاره؟ كابتن خالد؟ بالنسبه لكابتن خالد. لا، هو كابتن خالد احنا جايبينه طبعا اعاره من نادي الزمالك 6 شهور. انا بتكلم على اللي جاي يا فندم، على اخر اللي جاي ان شاء الله. طبعا هو اذا طبعا كان الزمالك محتاجه طبعا هو اولى، لانه هو اللاعب بتاعه. نعم. ولكن طبعا في ظل ان القائمه هتبقى 25 السنه اللي جايه، لو كان طبعا دي مكان في نادي الزمالك ما نقدرش نتكلم، انما لو الزمالك مش هيبقى محتاج ليه فان شاء الله يكون معانا في الانتاج باذن الله. يا فندم، حضرتك شايف ان فريق الانتاج من الممكن يكون وضعيته افضل من المركز السادس من ناحيه ختام الموسم؟ يعني انتوا برضو الفارق ما هوش كبير قوي، 36 نقطه، والفارق ما هوش كبير عن المركز الخامس، وممكن تخش بمركز افضل من كده. والله هو طموح مشروع بالنسبه لينا، واحنا برضو والله في بدايه الموسم يعني في ماتشات راحت مننا كده يعني، لو كان ربنا قدر كنا خدناها كان زمان النهارده برضو في مكان افضل، ولكن انا الفرق بينه وبين المركز الخامس يمكن مباراه، انت عارف يعني ماتش النهارده نتيجه مباراه بتغير الترتيب، فطموحي ان انا ابقى في مكان افضل ده طموح مشروع، وانا شايف ان هو برضو مش بعيد يعني. هو فعلا مش بعيد يا فندم. سيادة اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن رضا، وجود جونيور أجاي بيلعب في مركز 10 بيستفيد كابتن حسام البدري من إمكانياته، لعب من اللعيبة اللي عندهم مهارات خاصة، وصراحة ضيع فرصة صعبة جدا، ولكن أحرز هدف وكان بالنسبة له دفعة كبيرة جدا، خاصة إنه يصل لهدف رقم 8. هو جونيور عنده ميزة مهمة جدا مش موجودة في لعيبة في مصر كتير، اللي هي بيستلم كويس قوي تحت ضغط، عنده الملكة ان هو يقدر يستلم تحت ضغط واحد واثنين، ويقدر يسيطر على الكورة، بيديك مساحة ان انت تطلع من تحت، يديك وقت ان انت تطلع بخط الظهر من على الاطراف او من الخط اللي هو في نص الملعب. عنده ميزة كمان تانية ان هو بيلعب في اكتر من مركز، تقدر تلعبه راس حربة، تقدر تلعبه هاف رايت هاف ليفت، تقدر تحطه في كذا مكان، ودي بتبقى
بتدي مساحه للمدرب ان هو يقدر يبني عليه خطط وجمل كتير. في مصر ما بقاش فيه اللعيب اللي هو بيقدر يستلم تحت ضغط، يعني ما بقتش موجوده. كل اللعيبه دلوقتي بتلعب على السرعات زي ازارو زي حمودي زي اسلام، كل النوعيه دلوقتي بتلعب بطريقه اللي هو بيستلم في مساحه. اللعيب الوحيد اللي موجود في مصر حاليا بيستلم تحت ضغط عايز الكره في رجله بالظبط كده، هو ده اللعيب الوحيد دلوقتي اللي بيعمل دي، واللي بيقدر يقف عليها وقت، يعني يقدر يقف عليها وقت طويل. يقدر ايضا عبد الله السعيد من اللعيبه المميزه عبد الله، ولكن عبد الله دايما اللي بيبقى جايب وشه، انما تستلم بظهره لا. برضه اجي مختلف، قصدي الاستلام تحت ضغط ما يبقى ظهرك للهدف بتاعك غير لما يبقى وشي للهدف بتاعك، هنا الاختلاف. فاجي بيعمل دي كويس قوي، بيقدر يقف على الكوره، يقدر يلعب كورته بتطلع سليمه. عنده حلول. الكوره اللي بتضيع دي مش عايزين نقول فرصه ده صعبه، لا، هي اللي هي الكوره كده ممكن يبقى فيها عدم توفيق، ولو اتعادت 100 مره مش هتطلع كده. بس هو بنسبه الضمان بتاعتها كانت عاليه بالنسبه لي، انا بنسبه 80% هجيبها، فحط فيها ما ادهاش الاهتمام بالشكل المطلوب فطلعت بالشكل ده. هتلعب فوق المره. هو انت اي حاجه في الكوره هتديها نسبه اهتمام قد ايه هتديك ناتج قد ايه، هنا مضمون قوي بالنسبه له، فعشان كده طلعت بالشكل ده. انما هو لو قلقان منها هيحطها احسن من كده. فهنا نسبة الاهتمام بالكرة ما كانش عالي فطلعت بالشكل ده، ولكن هو في المجمل لعيب تكتيكي عالي جدا، هداف، عنده حلول، بيلعب تحت ضغط كويس، عنده حلول كتيره جدا. فانا كمدرب اتمنى ان يبقى عند لعيب بالنوعيه دي. يعني هل انت شايف ان اضافته في هذا المكان بتدي للنادي الاهلي حلول اكبر، خاصه في غياب عبد الله السعيد؟ طبعا بيدي حلول. ما انا بقول لك انت بتقدر الشغل التكتيك بيختلف عن اللعيب اللي عنده ميزه سرعات، اللي عنده ميزه سرعات فقط دي، لو احنا لو الملعب قفل ان هو بيلعب بطريقه دفاعيه هو قفل لك اللعب. ولكن اجايي لا، مختلف، هيلعب معاك في الطريقه. لو انت عايز تلعب على هجمات مرتده بيلعبها كويس قوي، عايز تلعب تحت ضغط والمساحات ضيقه بيعمل وانتوهات برضو، لعيب هايل ومميز وبيقرا اللعيبه. يعني ايه بيقرا اللعيبه؟ لما بيجي يعمل وانتو مع عبد الله السعيد هو عارف عبد الله بيروح فين وبيتحرك ازاي، فبلعبها له في مكانه. هو عارف لو هيعملها مع حسام غالي هيعملها مع حسام غالي بطريقه ثانيه. ان انت بتشكل فكرك على اللعيبه، مش اللعيبه هي اللي تشكل على فكرك انت. يعني في نوعيه لعيبه كويسه جدا، ولكن ما بيقدرش ياخد حته ان اللعيبه دي بتلعب بطريقتها ازاي، فبيقدر يبني نفسه على الفرق، على زمايله اللي معاه. انا عايز اعلق بس على كره وليد اللي هي اول هجمه لوليد سليماني اللي هي الاوفر من علي معلول اللي حطها. هو الطبيعي في الموقف ده هو وليد حطها في الزاويه اللي الجون حارس المرمى اوتوماتيك بيروح يقفلها. هو لو حطها في العكسيه تبقى سهله قوي لاي شكل. يعني الاوفر بيتعمل من الناحيه الشمال يبقى لازم تروح عكسيه في الزاويه الثانيه اللي هي في الشمال برضو. لو لعبتها في الزاويه دي هو الحارس المرمى اصلا بيرجع بيجي يقفل الزاويه دي فتبقى سهله بالنسبه له. ففي الحالات اللي هي بتبقى الكوره جايه من الناحيه الشمال يبقى لازم تروح في العكسيه بتاعه الحارس المرمى، كانت تبقى اسهل بالنسبه له. ولكن كان لسه نازل ما خدش احساس اللقاء، فشايف ان هو كان هيتعامل معاها احسن من كده في وضع ان هو كان داخل في المباراه بدري شويه. كابتن عادل، التبديلات بالنسبه للنادي الاهلي، نزول اسلام محارب، نزول حسام غالي، بعض التبديلات النادي الاهلي متعودين ان احنا كابتن حسام بدري بيحاول يطور الناحيه الهجوميه. احنا معانا تليفون يا جماعه؟ طيب احنا معانا على الهاتف الاستاذ الكابتن خالد مهدي من مدير الكره في الانتاج الحربي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات كابتن عادل فعيمه وكابتن رضا شحاته. تحياتي للكابتن رضا شحاته. حبيبي. الاول يعني بهني حضرتك على التجديد لكابتن مختار، في نفس الوقت ما شاء الله النادي الانتاج الحربي في وضعيه جيده في الجدول. انا الحمد لله، والله طبعا اهم حاجه الاستقرار. احنا منظومه بنحب نشتغل، يعني بنحب نشتغل في هدوء، وطبعا اللي هو اشرف عامل رئيس النادي كان حريص ان هو يعني بعد الاداء الطيب اللي كابتن مختار عمله، الاداء المميز، ان يبقى في استقرار لمده موسمين. وجددنا وتم التجديد بالفعل للكابتن مختار قبل مباراه الاهلي على عقد لمده موسمين. طيب الاستراتيجيه كابتن مختار، هل بتدي يعني السنه دي ما شاء الله نادي الانتاج وضعيه مركزه الخامس، ومن الوارد ان هو يبقى في وضعيه افضل من كده، هل طموحكم ان انتم تشاركوا في بطوله افريقيا في المواسم القادمه؟ والله طبعا احنا هدفنا الهدف الرئيسي المشاركه في البطوله الافريقيه، بس ما كانش الاستراتيجيات ما كناش رسمينها على الموسم ده، كنا رسمينها على الموسم اللي جاي او اللي بعده. ولكن طبعا الحمد لله اداء اللعيبه دمهم كويس جدا، دعمنا في يناير بعض الصفقات اللي ساعدتنا ان احنا ماشيين كويس، مركز سادس بيننا وبين الخامس 3 بوم، مع الفروق
بنتكلم في فروق ماديه كبيره جدا ما بيننا وما بين اي فرقه من المراكز المتقدمه ديت، لان احنا لنا سقف عقد ما بنتعدوش، يعني ان احنا برضو منظومه عسكريه ولنا ميزانيه محدده يعني. فديت برضو ادتنا الكابتن مختار الارتياحيه في العمل معانا، واحنا مرتاحين معاه في الشغل، وكان ليا اللعيبه طبعا ان انت بتطلع لهم مرتباتهم في مواعيدها وكفاءتهم بعد المباراه ب 24 ساعه. ده اللي اللعيب بيهمه، ان هو يبقى في مكان مستقر، مكان عارف ان هو ما بيترد عليه مبلغ بياخده وما بياخدوش ناقص. انا ممكن بعرف ان في انديه بتعرض مبالغ اكبر، ولكن في الاخر بتيجي اللاعب بيحصل على نصها او ثلاث ارباعها، فما بيبقاش في يعني امور ما بتبقاش برضه مريحة اللاعب زي عندنا بالظبط. كابتن خالد مهدي مدير الكره بنادي الانتاج الحربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عادل، ارجع لحضرتك، تبديلات الكابتن حسام البدري، نزول اسلام محارب وحسام غالي، هل حضرتك شايف ان دي ادت للنادي الاهلي حلول هجوميه اكتر؟ في تليفون تاني ولا لا يا فندم؟ خلاص هو دايما المدير الفني في النادي الاهلي ما بيرتاحش الا لما ياخد الثلاثه بونص، وما يرتاحش ولا ينام الا لما يكون في اداء، لان ده قمه عطائه وقمه نجاحه. نعم. وخاصه لما يكون راجل متربي من قطاع الناشئين وصغير، يعرف يعني ايه مبادئ النادي الاهلي من صغره كده، يبقى عارف هو بيلبس الفانيلا وهو كده في البراعم لحد ما بيلعب في الفريق الاول، بيبقى عنده الحته دي، ما بينامش الا لما بيحقق ويتقن عمله ويتقنوا لعمله، لانه بيتعب تعب غير طبيعي علشان يوصل للمرحلة دي. هتبص تلاقي كابتن حسام تغييراته كلها فيها منطقية، حتى في عملية التدوير، عملية التدوير ما تحسش بيها، ولكن الماتش اللي قبل اللي فات مغير تقريبا 7، ما تحسش بالفرق. نعم. يبقى فيه نظام وفيه سيستم لعب، اللعيبة بيتحط في التراك بتاعه، بيبتدي يشتغل على نفس المنوال. تغييرات حسام، هو طلع حسام عاشور الماتش اللي قبليه، اعتقد برضو طلع حسام عاشور، واللي قبليه برضو كان فيه ماتش كان فيه نوع كده لسه كانت النتيجه لسه مش مظبوطه، فدفع باسلام وشال حسام، بحيث انه اسلام بيلعب في الحتتين، يعني اسلام ممكن يلعب كديفندر وبيهاجم وبيأدي الواجب الدفاعي الهجومي والدفاعي، وفي نفس الوقت بيلعبه على الطرف. نعم. فبيقوم بالحتتين. حسام غالي كان هو منزله على اساس ان هو في الفتره ديت محتاج الريتم بتاع الملعب يبقى فيه نوع من الاستقرار شويه، ومحتاج لصانع لعب مكان حسام عاشور. اجاييه في الفتره الاخرانيه من المباراه ابتدى يهبط شويه، وخاصه بعد الجول اللي ضيعه حصل نوع من الهبوط شويه، ونفسيته يمكن كانت مش مظبوطه، لحد لما ربنا عوضه وجاب جول رائع جدا، يعني حطه ركنها ركنه مظبوطه جدا. معناها ايه؟ معناها انه حسام غالي كان نازل بيقوم بدور عبد الله السعيد في المنطقه ديت. نعم. بقى في عمرو السوليه مع اسلام مع وليد مع ازارو مع اجيه، المجموعه ديت عملت نوع من الرط، لدرجه انك انت اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه الانتاج الحربي ما راحش للنادي الاهلي خالص ولا مره. معناها ايه؟ معناها انه الكثافه دي والتغييرتين دول كانوا مؤثرين جدا وناجحين جدا، ودايما هتلاقي تغييرات حسام كده، تغييراته فيها، ومجرد ما بيحصل تغييرات حتى احيانا بتبقى تغييرات اضطراريه، ومع ذلك بتلاقيها موفقه. ليه؟ لان دايما التوفيق بيجي مع المجتهد، بيجي مع الانسان اللي هو بيتقن عمله وعايز يتقن عمله وبيتعب وبيجتهد هو الجهاز اللي معاه. فتلاقي وليد مثلا في احد المباريات في افريقيا يروح نازل كتغييره، وبعدين الماتش ده اظن كسبنا 6 لو تفتكر، اظن الترجي ماتش النجم ماتش النجم. حتى التغييرات اللي هي مش محسوبه اضطراريه بتبقى مفيده علشان فطبعا لو تلاحظ انه الاجوال اللي ضاعت الشوط الثاني كانت اهداف، كانت لو جت كانت هتبقى النتيجه عاليه جدا. مش معنى النتيجه 2-1 ان كان في تقصير من احد اللاعبين، الحقيقه كله كان بيأدي اداء رائع جدا، وخاصه احمد فتحي بيقوم بالدور بتاعه على اكمل وجه، من العناصر المشرفه
ايمن اشرف، وليد، ازارو، اجاييه، كلهم الحقيقه، علي معلول، نجيب، وطبعا نجيب. نجيب ده الجندي المجهول، بتبص تلاقيه يبعد، وبعدين اول ما الفريق بيحتاجه بيبقى صمام امن وامان. فالحقيقه يعني كانت مباراه رائعه، وكابتن حسام يعني اداها باداء رائع جدا هو الجهاز بتاعه. دي فعلا من اهم مميزات هذا اللقاء. هنبتدي نتكلم على لقاء الزمالك والنصر، لكن عندنا تقرير مهم جدا عن صراع المركز الثاني، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. صراع مهم جدا على المركز الثاني، ومن سيحصل تذكرة الذهاب إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا. كابتن عادل، لقاء الزمالك والنصر، الزمالك الفوز الخامس على التوالي، ابتدى يخش في الصراع المركز الثاني بشكل قوي، فرق نقطة ما بينه وما بين نادي الإسماعيلي، ولكن نادي الإسماعيلي لديه لقاء مؤجل. كيف شاهدت لقاء الزمالك والنصر؟ الحقيقة نادي النصر فاجئنا في ماتشات بتلاقيه أداءه رائع جدا وعالي جدا، وبعدين بتلاقي فيه هبوط فجأة، طبعا لأن الراجل معذور الحقيقة، المدير الفني، لأنه الدكة بتاعته مش قوية وما تدعمش بشكل كافي، ودايما التدعيمات بتاعته بتبقى تدعيمات بسيطة جدا. فالوضع الطبيعي أنه بيبقى في ماتشات هتلاقي فيها إجهاد. الحقيقة في ماتش الزمالك فاجئنا نادي النصر انه بيأدي اداء رائع جدا وقوي جدا، والجانب النفسي اللي بيدفع كابتن سيد عيد لاولاده لعيبه حاف منتهى الرجوله الاولاد دول، مفيش هيبه خالص لنادي الزمالك، بيأدوا اداء قوي جدا، في نديه في الاداء. نادي الزمالك كسب المباراه دي بصعوبه 2-1، واعتقد طبعا في قناه الاهلي كان في ضرب الجزاء للنصر، الحقيقه ما اتحسبتش، كابتن ابراهيم احتمال ما خدش باله منها او حاجه، هي طبعا ما اعتقدش انها يمكن موجوده، لكن كانت ضربه جزاء واضحه جدا، كانت النتيجه ممكن تتحول تبقى فيها نوع من التعادل في المباراه دي. الزمالك الشوط الثاني تحس ان نادي النصر في نديه، هجمه بهجمه، في نقل كوره، في تحضير، في اختراقات، ما بيدافعش، يعني فرقه الحقيقه لازم نشكر رئيس النادي والراجل المدير الفني والجهاز بتاعه، وبنشكر اللعيبه، هتلاقي اللعيبه هي ما بتتغيرش. انا عايز اسال حضرتك، يعني نادي النصر امام نادي الاهلي كان اداؤه بعيد تماما عن اللقاء، ولكن امام الزمالك صراحه فعلا فاجئنا بادائه على مدار المباراه، مش بس على يعني شوط واحد. هل ده بيفرق من الدوافع بالنسبه للعيبه؟ مين قال ان هم مع الاهلي ما كانوش بيلعبوا بجديه وما كانوش كويسين؟ انت كنت متفوق جدا في الماتش ده، وانت كل الفرص اللي انت جات لك انت جبتها. انت كل الفرص اللي جات لك، نادي النصر في الماتش ده انت لحد اخر دقيقه نادي النصر بيهاجم النادي الاهلي. لو تلاحظ المباراه، لو تتفرج على المباراه مره واثنين، هتلاقي نادي النصر لا ييأس، والنتيجه 3-1 وعمالين بيهاجموا ومفيش اي استسلام. انما الفرص اللي جات لك انت، قدرات لعيبتك مع التدوير اللي كان موجود، انت بلعب 6 لاعبين اساسيين ما كانوش في اي نوع من انواع الاجهاد، بتقابل نادي النصر في نوع من الاجهاد. فمش معنى كده ان نادي النصر في ماتش الاهلي كان متخاذل، استحاله استحاله، بالعكس كان الماتش ده كانوا بيلعبوا بنديه وبيلعبوا لحد اخر دقيقه ولم يفرطوا، وما كانش فيه هيبه، وكان فيه التحامات وفي كل حاجه، وفي فوق يعني انت تحس وانت راجل بتشتغل في الكوره ان الاولاد دول لحد اخر دقيقه، مجرد ان هو حتى لما النتيجه وصلت لاربعه، ان عايز يجيب جول في النادي الاهلي. فحته ان هم كانوا متخاذلين، انا لا، مش في الحته دي، لكن في ماتش الزمالك الحقيقه هم بيأدوا بنفس القوه اللي موجوده في ماتش الاهلي وماتش الزمالك. طب احنا معنا على الهاتف هداف نادي النصر، هداف التاريخي محمد حسن ميدو، صاحب الهدف في لقاء الزمالك. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، تحياتي وتحيات كابتن عادل وكابتن رضا شحاته. كابتن عادل تعالى. تحياتي لحضرتك، تحياتي لكابتن الكبار طبعا. حبيبي. عايز اسالك عن لقاء الزمالك، ماتش من الماتشات الصراحه اللي اداها نادي النصر اداء كويس جدا، وكان ضربه جزاء ليك في بدايه اللقاء، ونادي النصر كان شكله صراحه بشكل مميز خلال اللقاء.
والله الحمد لله. يمكن احنا اتعلمنا من ماتش الاهلي، حضرتك عارف طبعا ان احنا عندنا لعيبه صغيره، لعيبه يعني صغيره في السن، الخبرات عندنا مش متوفره قوي بشكل كبير. يمكن احنا طلعنا كل الطاقات السلبيه اللي جوانا في ماتش الاهلي، فقدرنا ان احنا نعمل ماتش كويس قدام الزمالك. نعم. طيب الحمد لله طبعا على الجون، طبعا الحمد لله من فضل ربنا. يعني الناس كتير اتكلمت على ضربه الجزاء، الناس بتقول مش ضربه جزاء، بس هي ضربه جزاء صحيحه. هو يعني انت وقعت بعديها بفتره، بس هي حدث الاشتباك داخل المنطقه يعني. دي حقيقه، هي الكره كانت طويله وانا من حقي ان انا اخد ضربه جزاء. هو فعلا داس على رجليا، فهو بيحرك رجليه الشمال الثانيه، بس قدرت الحمد لله ان انا اخد ضربه جزاء. انا يعني ما جريتش كتير، بس هو عشان بس ده على رجليا الثانيه اللي هي العكسيه، وبعد كده وقعت، فدي حاجه غير اراديه. ميدو، بعد الهدف كان ليكم انفراد، يعني لو كنتم موفقين فيه كان هيفرق معاكم كتير. بص، ده اللي بقول لحضرتك عليه. يمكن عمار من اللعيبه الكويسه الصغيره اللي لسه طالعه معانا في الفرقه، ولد صغير عنده 17 سنه. بس طبعا بتبقى لما يبقى لعيب عنده خبره ولعيب عنده ثقه في نفسه، غير لما يبقى لعيب لسه صغير. انت عارف اللعيب ممكن يبقى اتخض لما شاف الجون بتاع نادي الزمالك، هو بيعمل ده في التمرين، يعني بينايم الجون وبيقوم الجون وبيقعده تاني. يمكن في الماتشات الرسميه بيبقى عليه ستريس، بيبقى عليه ضغط طبعا عصبي كبير، فما قدرش ان هو يستغله يعني. وخلينا ضربه جزاء ثانيه بعديها بتاعت حجاج عويس وما اتحسبتش. الحمد لله طبعا على كل شيء، النتيجه يعني بالنسبه لنا يعني مرضيه لحد ما. وزي ما قلت لحضرتك، الفرص احنا ما قدرناش نستغلها ان احنا نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه زي ما الاهلي بيعمل. طيب ميدو، كنتوا حاسين ان انتوا كان ممكن تتعادلوا في الشوط الثاني؟ والله بص يا كابتن، هو الماتش بالنسبه لنا ماتش الزمالك كان اسهل شويه من ماتش الاهلي. زي ما قلت لحضرتك، يمكن احنا كنا خلاص بقى، احنا ما بنبكيش على حاجه، عايزين نطلع كل اللي جوانا. قدرنا ان احنا في اول الماتش في ضربه جزاء ان احنا نخش بيها الماتش. كان الشوط الثاني كنا قادرين ان احنا نجيب جوان، وكنا بنهاجم على فكره لغايه اخر وقت. يعني الكوره اللي كانت بتجيلنا كنا بنهاجم وكنا بنشوط وكان عندنا فرص على الجون. بس زي ما بقول لحضرتك، الفرق الخبرات طبعا بين نادي الزمالك وبين نادي النصر، فده طبعا بتبقى كفه، تبقى طبعا رابحه ناحيه الزمالك اكتر مننا يعني. طيب انا عايز اسالك، هل لسه عندكم امل في البقاء في الدوري؟ بص والله اقول لحضرتك على حاجه، هو بالنسبه لموضوع الامل، هو الدنيا بالنسبه لنا صعبه، بس طبعا لازم لعيب الكوره لازم يبقى عنده امل، لازم يبقى عنده طموح ان هو يقعد، حتى لو ربنا ما خدلناش او ما عرضناش ان احنا نبقى موجودين في الدوري، على الاقل نبقى طالعين او نزلنا بشكل كويس، يبقى بنأدي اللي علينا لغايه اخر وقت، بنجتهد لغايه اخر وقت، ودي بتاعت ربنا، سواء بقى كملنا او ما كملناش في الدوري الممتاز، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. الماتش اللي جاي ماتش الاسماعيلي، استعدادكم ازاي؟ احنا عندنا الانتاج. ماتش الانتاج فرقه متوسطه في الدوري، عملت ماتش كويس قدام الاهلي. طبعا احنا بنجهز من دلوقتي طبعا لماتش الانتاج. هو هيلاعب الانتاج، هيلاعب الاهلي. احنا سوري، الانتاج لاعب نادي الاهلي، اكيد اللي بيطلع من ماتش نادي الاهلي بيبقى عنده الضغط، اللعيبه بتاعته بتبقى مجهده، اللعيبه بتاعته بتبقى عندها ستريس، فاحنا نقدر نستغل ده ان شاء الله في الماتش بتاع الانتاج، ونقدر نعمل نتيجه باذن الله ايجابيه باذن الله. محمد حسن ميدو، هداف التاريخي لفريق نادي النصر وكابتن الفريق، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن رضا، نتكلم على لقاء الاسماعيلي. الاسماعيلي وطنطا، طنطا تقدم هدفين مقابل شيء بلعب الاسماعيلي في اسماعيليه، ولكن كان عندهم طموح البقاء، والاسماعيلي وتغييراته عادت مرة أخرى بنقطة إلى النادي الإسماعيلي. يمكن قبل ما أتكلم على الحاجات الفنية في المباراة، أنا عايز أعلق على موقف الفريقين. نعم. موقف الإسماعيلي دلوقتي، الإسماعيلي كان بيكسب في الدور الأول لأنه كان أول الدوري، فكان عنده حافز قوي جدا فبيدافع عليه طول الوقت. لما الموضوع بدأ يتنقل من النادي الإسماعيلي يبقى النادي الأهلي في المركز الأول، فبدأ الحافز هنا بيقل. الحافز هنا بيقل والطموح بيقل مع اللعيبة، مع إن هم لعيبة صغيرة في السن معظمهم، مفيش غير حسني تقريبا هو الخبرة اللي موجودة في الملعب، ولكن العدد الخبرات قليل، مش عدد كبير في الملعب. فالحافز ده لما بيقل مع ان انت بتلعب فرقه من وجهه نظر نادي الاسماعيلي ان هي فرقه ضعيفه، او فرقه خلاص ملهاش ضوافر يعني تخربش وكده، فنازل اللقاء بشكل لا يتعدى 50% للقاء، لاهميه اللقاء يعني ممكن يكسب في اي وقت. فلما بيحصل ده، لما تيجي تلعب المباراه وتتفاجئ بخصم قوي وبيلعب مباراة هي بالنسبة للنادي طنطا المباراة حياة وموت، ما عندوش حل تاني، ما عندوش بديل يعني، ولازم يكسب ولازم يبقى قوي ولازم يبقى بي 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 بيعافر لآخر وقت، ولازم اللعبة دي بتسوق نفسها للدوري، اللي تروح فرق تانية في الدوري الممتاز. أو فدي حاجات كلها إيجابية لفرقة طنطا، ولكن الإسماعيلي اتفاجئ ده. أنت بقى عشان تغير ده، تخلي اللعيب يبقى عنده حافز من الإسماعيلي يتحول من هنا عشان يكسب بقى،
بقت صعبه. نعم. بتبقى صعبه ان انت بتشحن لعبتك قبل اللقاء، ولكن اللقاء نفسه السيناريو بتاعه عشان تغيره من فرقه لفرقه تانية مش كل الفرق بتعرف تعمل ده. ده الحارس البديل الصراحه وحارس من الحراس الصاعده في النادي الاسماعيلي وهو محمد مجدي، ومن الحراس اللي الناس بتنتقدها كتير، ولكن هو الراجل بقاله فتره ما بيلعبش. عنده اخطاء، ولكن اي حارس ممكن يخطئ كابتن رضا. لا احنا هنتكلم على النجوم الكبار في حراسه المرمى كله بيغلط، مفيش حارس مرمى ما بيغلطش، وكل حارس مرمى بيبقى ليه وقت غلطاته بتبقى كتيره، ما بتبقاش غلطه واحده، ممكن يبقى خمس ست سبع لقاءات ورا بعض بيغلط. هي الفكره كلها ان انت ازاي تقوم اللعيب تاني، وازاي تحمسه، وازاي توقفه على رجليه وتقول ان هو لعيب كويس طالما عنده امكانيات تسمح له ان هو يرجع ويبقى حارس مرمى مميز، تقدر تقف جنبه وتساعده، ولكن ما تبقاش بتديله دايما طاقه سلبيه سلبيه سلبيه. الولد بيفقد الثقه، وده في الكوره صعب جدا ان اللعيب بيفقد الثقه ايا كانت امكانياته فبتقل. كل لعيبه الدوري والحراس المرمى اللي موجودين على مر التاريخ كلهم عندهم غلطات، وغلطات سهله جدا وكور سهله جدا، فده طبيعي بيحصل في الكوره، ولكن انت ازاي بتعالج المشكله؟ ازاي تعالج ان حد بيغلط بشكل من وجهه نظرك كوره سهله، من وجهه نظرك ايا كان التقدير بتاعك، ولكن في الاخر دايما معظم احسن لعيبه في العالم بتضيع فرص سهله جدا ما تضيعش. يعني كريستيانو بيضيع حاجات برضه ما بتضيعش، هو ده احسن لعيب في العالم. ميسي نفس الكلام. طيب اسالك على التبديلات، عدم البدء بحسني عبد ربه وعدم البدء بكريم بامبو، هما اللي لما نزلوا صنعوا الفارق، هل ده شيء يحسب للجهاز ولا يعني شيء يؤخذ عنه؟ يحسب للجهاز على حسب الحاله، لان انا النهارده اكيد لو انا عندي لعيب هيفرق معاه من بدايه اللقاء اكيد مش هسيبه بره، هو سايبه بره اكيد عنده دايما. خلي بالك ان في كواليس احنا ما بنبقاش شايفينها، احنا بنبقى شايفين 90 دقيقه بس. الصراحه الحاله اللي عملها كابتن رضا الشوط الاولاني ومجمل اللقاء النادي الاسماعيلي لحد ما متفكر. انا بتكلم على حسني فرق معاه، انا بتكلم على الحاله الخارجيه، الحاله الخارجيه اللي هي الاسبوع اللي قبل اللقاء ده. نعم. بيبقى فيه احداث كتير بتحصل، فممكن ما يبقاش جاهز ان هو يبدا. صحيح. ولكن حسني عنده اللي احنا اتكلم عليه بقى، التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده نهايه الدوري، لو انت بتنهي دوري الخبرات بتفرق، اللي عنده عدد كبير من الخبرات بتفرق مع الفرقه بتاعته. فحسني لما بينزل بيدي الخبره، بيدي الباور، بيدي الحماس مع اللعيبه، مع طريقته اللعيبه بتحبه جدا مرتبطه بيه، فبيبدا يحمسهم، فبيبداوا يعملوا التجميع اللي احنا بنتكلم عليها ان اللعيب الخبره هو اللي بينقلها. نعم. فالنادي الاسماعيلي شويه حته الخبرات مش موجوده بشكل كافي، ولكن لما بيبقى موجود الخبره بقى بيبدا الشكل بيتغير في النادي الاسماعيلي. زي ما احنا بنتكلم هو او كريم عنده شخصيه النادي الاهلي شويه، فبرضه بيقدر يدوس ويقدر انه عايز يكسب. لما بداوا بس يفوقوا للشوط الثاني كان اللقاء خلاص بدا يبقى بره اللقاء بالنسبه لهم، واصبح الاسماعيلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطه، ويفقد نقطتين كان في منتهى الاهميه. وطنطا الصراحه بيفقد نقطتين، صراحه كان هو الاقدر بالفوز باللقاء صراحه كاداء، ويصل الى المركز ال 16 ب 24 نقطه. هنروح للقاء من لقاءات ايضا اللي كانت صعبه للغايه على كلا الفريقين، لقاء المقاولون العرب ونادي المصري البورسعيدي اللي استطاع انه يفوز بهدفين مقابل هدف. كابتن عادل، المصري عينه على التاهل على افريقيا وبيشارك حتى في الكونفدراليه، ولكن لقاء امام فرقه محترمه المقاولين العرب، جهاز فني محترم وبتادي اداء جيد هذا الموسم. قبل ما اتكلم على المباراه ديت في نقطه مهمه جدا. اتفضل. كابتن اسامه عرابي. نعم. ابن النادي الاهلي محترم. شوف الدوافع القويه جدا اللي عند طنطا، بتلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه وند بند، وكانوا متفوقين وهم اللي ابتدوا بالتهديف ومضيعين اهداف. فدي تربيه النادي الاهلي. نعم. ان كذلك كابتن حسام والكابتن ابراهيم يمسكوا تيم المصري، العناصر اللي موجوده فيه عناصر ما هماش نجوم عظام جدا ولا حاجه، يعني كلهم هتبص تلاقيهم لاعبين ناشئين في الاهلي، ناشئين هنا، نجم من هنا، هات من النصر لاعب، ويصنع لاعبين على اعلى مستوى، وبتلاقي الاداء اللي هم بيأدوا بيه، الروح القتاليه مع الالتزام الخططي مع الجانب التكتيكي، ازاي بتهاجم، وبعدين هتبص تلاقي التشكيل باستمرار ثابت، عمليه التدوير، عمليه الفيتنس بتاعه، هتلاقي الباك ليفت لعب كل الماتشات. نعم. حمدي ده طبعا ده من ناشئين النادي الاهلي. الولد ده يعني فين الاجهاد هنا؟ يبقى اذا فيه شغل واحمال بطريقه مقننه، طريقه ممتازه جدا. هتلاقي جمعه
كل الماتشات تقريبا لعبها على الرغم من اللي هو بيتعرض له من خشونه ومن صدمات، ومع ذلك بيجيب اهداف في منتهى الصعوبه. ماتش المقاولين العرب، ماتش المقاولين العرب يعني الدكه في المقاولين العرب حاجه قويه جدا. حتى محمود فتح الله لسه يعني قادم في انتقالات يناير وبيسجل. وبعدين ده حتى كمان الماتش اللي فات مع الداخليه كان في نوع من حتى برضو علاء عبد العال برضو من ولاد النادي الاهلي من اشبال النادي الاهلي، شفت موصل الداخليه فين. الكلام ده معناه ايه احنا في استوديو النادي الاهلي؟ ان نشوف ولاد النادي الاهلي مشرفين ازاي ومحترمين ازاي وبيعرفوا يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وبينقلوا اللي هم خدوه من النادي الاهلي بينقلوه لفرقهم. نعم. سواء كابتن مختار، سواء كابتن اسامه، كابتن علاء، كابتن حسام، كلهم بيوصلوا المدرسه دي. الماتش ده طبعا كان ماتش قوي جدا وفي التحامات وفي هجمات، الفرقتين عايزين الثلاث نقاط. مفيش حسام عنده دوافع قويه جدا انه عايز يوصل للمركز الثاني، وطبعا المقاولين العرب عايز برضه يعني يخش في منطقه اعلى شويه. ده الجول الثاني. الجول الثاني كوفي، وكان فاول يا كابتن عادل، واتعمل فيه تريكه زي تريكه كابتن جهر الله يرحمه. ما هو دي مدرسه النادي الاهلي، هي دي المدرسه. ازاي انك انت بتعمل حاجه مش روتينيه، حاجه الخصم او المنافس، يعني اصل كلمه خصم يعني رزله شويه، هي اسمها منافس. المنافس دايما اللي هو بينافسك في الكوره مش متوقع منك انت تعمل ايه. فحاجه زي دي ايه اللي يحصل؟ تبقى جول. لو انت بقى قاعد وبتحضر وبعدين الكوره تتشاط اي حاجه او تتعمل اي حاجه روتينيه، انت عامل حسابها كل واحد ماسك واحد. انما في كوره زي دي لما تتلعب على الطرف، كوفي طبعا رايح مش متراقب. انما لو هم واقفين وهتتعمل حاجه روتينيه، الحاجة الثانية وحاجة يعني كانت في منتهى الخطورة، لاعب من المقاولين افتكر اسمه اللي حيخ الكورة وفيها اختراق، راح على حارس المرمى وبدل ما يشيل رجليه حط رجليه في وش الراجل، وطبعا اصيب اصابة بالغة، ويمكن قعدوا يمكن 12 دقيقة علشان يعالجوها. وفعلا الوقت الضايع كان تقريبا 12 دقيقة لان خيطوا له وشه. الحكم يعني للاسف اكتفى بانذار، على الرغم من الحاجات زي دي بصرف النظر عن مكسب وخساره، لما اكون انا رجلي رايحه في وش الحارس المفروض ان انا. طب احنا واحد معانا واحد من ابناء النادي الاهلي كابتن ياسر ريان المدرب العام لفريق طنطا. كابتن ياسر هقول لك صراحه، عرض طيب للغايه امام نادي الاسماعيلي، اديته اداء جيد، اضعته العديد من الفرص، وفي الاخر يعني الخبرات والهدف التعادل في اللحظات الاخيره من المباراه. طبعا برحب بالاول بك محمد، وبرحب طبعا بالكابتن مصر وكابتن نادي الاهلي كابتن عادل شعيمه وكابتن رضا شحات، طبعا برحب بيهم يعني. حبيبي كابتن ياسر، مبروك يا ياسر. عارف ربنا يخليك يا كابتن عادل. انت عارف المباراه بالنسبه لنا كانت مباراه الاسماعيلي، مفيش شك مباراه قويه. المركز اللي احنا فيه مركز طبعا حساس، طبعا انتم عارفين كده كويس، مش احنا لوحدنا، انت عارف اللي فيه صراع تحت بين الرجاء وبين النصر وطنطا وادي دجله والمقاصه والداخليه، في مجموعه فرق بتنافس، اللي طبعا في انت عارف الامور صعبه تحت. فانت رايح برضه بتلعب الاسماعيلي، فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه لها تقلها ولها تاريخها. فاحنا كنا رايحين برضه ما فيش شك ان احنا رايحين على الثلاثه بونت، وده كان هدفنا الاساسي. واشتغلنا برضه على النقاط اللي هي القوه والضعف اللي موجوده في فرقه الاسماعيلي. واحنا كنا متوقعين ان فرقه الاسماعيلي في بدايه المباراه تبقى عايزه تلعب تضغط علينا، عايز هيبقى مستعجلين عايزين يجيبوا اهداف. فكنا احنا مركزين في الجزئيه دي بالذات، اللي احنا بنشتغل على الحاجات الخطوط الخلفيه بالنسبه لفرقه الخط الدفاع لفرقه الاسماعيلي. والحمد لله نجحنا بشكل كويس جدا. يعني الكابتن اسامه برضه انت عارف احنا بنقسم الماتش على ثلاث اجزاء، جزء يعني احنا لا قدر الله خسرانين او متعدين او كسبانين، كل وقت وليه حسابات ثانيه. فالحمد لله احنا حساباتنا الحمد لله كانت ماشيه كويس جدا، واللي احنا الحمد لله جبنا جونين وكنا ماشيين كويس جدا. بس انت عارف برضو يعني فرقه الاسماعيلي برضو عايزه تتعادل، وبرضو بتلعب على ارضها وسط جمهورها، في حاجات كتير جدا عوامل اللي برضو اللي احنا تراجعنا نسبيا برضو من حته برضو اللي انت كنت كسبان. وانت عارف برضو سقطت اللاعب المصري برضو بقى الان يدخل في جون، يدخل الجون يعني عارف دخلنا في قصه ثانيه خالص. لكن ادائنا كان كويس جدا، شكل اللعبه كان كويس جدا، شكل تكتيكيا الحمد لله نفذوا اللي كابتن اسامه طلبه منهم، كل الحاجات دي كانت عامله الحمد لله. وطالعين نسبيا الحمد لله احنا راضيين. احنا كنا طبعا اللي انت تتعادل مع الاسماعيلي ده طبيعي،
لكن انت ما انت الماتش كان في ايدك وكنت كسبان كانت حاجه ثانيه يعني، لها طعم ثاني يعني. عندكم ثلاثي في الامام مصطفى محمد جابر والجزيري، اصبح ثلاثي خطير يا كابتن ياسر. ما فيش شك الحمد لله يعني من العوامل اللي احنا برضه مساعدينها ومع الجهاز الفني اللي احنا برضه تثبيت الفريق ده بالنسبه لنا حاجه اساسيه وحاجه مهمه، والكابتن عادل اكيد يتفق معايا ثبات التشكيل ده بقى مهم جدا. فاحنا الحمد لله عندنا اغلبيه الخطوط عندنا تغيير بيبقى في واحد او اثنين، مش عشان حاجه، بسبب ممكن يكون اجهاد عايزين نريحه علشان الماتش اللي بعده بيبقى ليه خصوصيه بالنسبه لنا. لكن الخط اللي بتتكلم عليه ده برضه احنا عندنا البدائل موجوده بره، بس ده برضه بالنسبه لنا ثلاثه بقوا عند او الاربعه معاهم مرسي، الاربعه دول بقوا متفاهمين مع بعض ومعاهم محمود غالب نص الملعب الحمد لله. يعني كل مدى ما بنبقى موجودين مع الفريق في تجانس مع اللعيبه، وانت عارف احنا برضه الحمد لله شكلنا الدور الثاني الحمد لله احسن بكتير، فدي برضه كل ده حاجات بالنسبه لنا ثوابت اساسيه. ياسر انا ليا كلمتين معاك يا ياسر. ادائكم مشرف جدا، الماتش بتاع سموحه كان انتم المفروض الاقدر انكم تاخدوا بثلاث نقاط، التوفيق ما كانش موجود. ماتش الاسماعيلي يا كابتن اتفضل، ماتش الاسماعيلي كمان وماتش سموحه اللي قبليه كنتوا انتم برضه لسه سنه التوفيق. الحاجه بس اللي انا بلاحظها ان الجول اللي الاسماعيلي جابه كان الراجل بامبو كريم بامبو كان لوحده تقريبا، فهنا كان حته عدم التركيز ما كانتش موجوده، فدي برضو بيجي منها اهداف. فالولاد اكيد انتوا بتشتغلوا معاهم، وبعدين انتوا اشتغلتوا فتره صغيره مش فتره كبيره، انما البصمات بتاعتكم شغلكم واضح، وان شاء الله التوفيق جاي يا ياسر باذن الله. تعرف يا كابتن عادل برضو انت احنا برضو ممثلين النادي الاهلي في الانديه الكبيره، وانت عارف برضو احنا معانا مجلس اداره محترم بامانه، مش بشيد بيها مش عشان احنا موجودين، لا الاستاذ شاذ قريب ومجلس الاداره موفر لنا كل الامكانيات الماديه والمعنويه، والناس ما بتتاخرش علينا في اي حاجه احنا بنطلبها الحمد لله. بنتمنى ان شاء الله اللي احنا نعمل حاجه لجمهور طنطا والمجلس اداره طنطا، ونكون على قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. كابتن ياسر المباراه الجايه مع مين؟ هنلعب ان شاء الله بعد بكره، احنا في معسكر من النهارده يعني، وده ماتش بالنسبه لنا برضه مصير اللي هو الاتحاد، ما انت عارف ان الاتحاد برضه من ضمن الفرق اللي معانا موجوده في الجزء الاخير من الجدول يعني. هل شايف يا كابتن فرصكم قويه في البقاء خاصه بعد التعادل امام الاسماعيلي؟ احنا بص الحمد لله شغالين كويس جدا، والحمد لله الفتره الاخيره نتائجنا ايجابيه كويسه قوي، وخاصه بعد ما تعشنا مع اللعيبه فتره طويله وبقينا موجودين معاهم بشكل الحمد لله. بنشكر طبعا الفتره اللي فاتت بتاعت الكابتن خالد طبعا والجهاز الفني اللي كان موجود، بس احنا الحمد لله بصمه الكابتن مصطفى عرابي وبصمه الجهاز الفني معاه وبصمه الاداره نفسها، كل ده كان عامل اللي احنا الحمد لله عندنا عوامل تساعدنا ان احنا الحمد لله ننجح. وما زلنا انت عارف احنا الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله بروح الرجاله اللي موجوده واللعيبه ان شاء الله. عندنا الثلاثه بونت بتاع الاتحاد دولت احنا مركزين معاهم كويس جدا قوي، احنا ان شاء الله نكون محالفنا التوفيق والحظ ان شاء الله. كابتن مصر والمدرب العام لنادي طنطا كابتن ياسر ريان بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نتكلم على لقاء الاسيوطي والداخليه، واحد من اللقاءات اللي فيه متعه، اربع اهداف للاسيوطي وهدفين للداخليه، ست اهداف، كان ممكن نادي الداخليه يحرز اكثر من هدفين، لقاء صراحه ممتع للغايه. كابتن رضا صراحه الاسيوطي مع كابتن علي ماهر اداء مختلف عن باقي الانديه، على الجانب الاخر الداخليه من الفرق اللي احسن الفرق بتستفيد من الضربات الثابته. يمكن فرق الداخليه مع كابتن علاء دايما في كيمياء بينهم كده يعني، حتى لما هو بيخرج من الداخليه بتحس ان في دربكه بتحصل في الفرقه، ولكن هما الاثنين مع بعض في زي بقول دويتو كده مختلف. اللي بشيد بيه بقى في اللقاء الاسيوطي، اللي هي الاسيوطي ليه بنتكلم عليه؟ مش عشان النتيجه برضه اربعه، احنا لازم نتكلم على سيزون كامل يعني، لما تيجي تتكلم على فرقه لازم تتكلم على فتره طويله عشان تبين ان كان المدرب بيشتغل او ما بيشتغلش. يعني ايه بيشتغل او ما بيشتغلش؟ يعني في جمل بتحصل، في شغل جماعي بيحصل في الاسيوطي ايا كانت النتيجه، حتى لما بيخسر في اللقاءات اللي بيخسرها في شكل، في من الفرق الوحيده اللي ادائها ثابت من بدايه السيزون باستثناء لو في خساره، مش معناه ان هو ما بيلعبش كوره يعني، الناس دايما رابطه ان يعني ده يعني انا ما بلعبش كوره فاخسر، لا هي الفكره ممكن ما العبش كوره واكسب
وممكن ما العبش كوره واخسر. يعني الحسبه ما بتتحسبش كده، لازم تتحسب شغل تكتيك على المستوى التوتال السيزون. يعني لحد النهارده كابتن علي عامل شغل هايل مع الفرقه. اضافات بقى الشيلونجو الهداف اللي بيحرز هدف في الدقيقه 12 وبيبتدي بيه مولومبي جيفت، الثلاثي، الصفقات اللي عملها فريق الاسيوطي شايفين انها ادت ثمارها او اتت بثمارها بسرعه كابتن علي؟ ليه؟ لان الهيكل الاساسي موجود صح. يعني لما بتيجي تدخل لعيب في النادي الاهلي دايما نضرب مثل بالنادي الاهلي، لما بنيجي نحط لعيب في النادي الاهلي ما بياخدش وقت. ليه؟ لان الاساس عندك موجود صح. فالكابتن علي عامل اساس للفرقه في شكل واضح، لما بتجيب لعيب مميز في اي وقت هيدخل هيبان النتيجه بتاعته. حاجه تانية، هو الملعب لصالح الاسيوطي، الملعب ده دايما بيلعب برده مع نادي الاسيوطي شويه. يعني خلينا نتكلم، مش دايما الحاجات فيها اوقات فيها عوامل مساعده. ايه العوامل المساعده في الكوره؟ الملعب. الملعب ده الاسيوطي بيعرف يلعب عليه كويس قوي. الفرق الثانيه، معظم فرق الدوري بتلعب على الملعب ده بقى عندها مشكله. هو الاسيوطي الاكثر فرق حصولا على ضربه جزاء، على فكره جاله 15 ضربه جزاء عشان ضربه الجزاء اللي امام مشاهدينا محمد رزق احرزها، وكان شيلونجو حتى تخطى حارس الداخليه واحرز الهدف الثاني منه. برده ده هيبقى ناتج للشغل الفني اللي هو الحاجات الصغيره او الشغل التكتيك اللي كابتن علي بيعمله. نرجع لحته الملعب ثاني، يمكن في لقاءات كثيره كان في حاجات الضربات الكورنر والحاجات دي بتدخل الاجوان في الملعب ده. يعني عامل الهواء بيساعدك، يستفاد منها الداخليه، يستفاد. انا قصدي ان الملعب ده بيستغله طبعا لصالح الارض، لان هو دايما بيلعب عليه صاحب الارض متعود عليه بالظبط. المسافات قريبه في الملعب، تحس ان هو ضيق شويه، فده عامل مساعد. احنا بنتكلم اللي بيساعد الفرق في الكوره او بيساعد المدربين في الكوره، الحاجات اللي هي الخارجيه بقى، المطر، الهواء، سوء ارضيه الملعب لو انت متعود عليه، الحاجات دي كلها بتساعد فرقه الاسيوطي انها تقدر تكسب على ملعبها وبيساعدها بشكل كويس. ولكن النتيجه 4 دي مفاجاه لينا. نادي الداخليه احنا عارفين ان هي دايما متحفظه قوي، ان هي ما بياخدش فيها اهداف كتير، فلما يدخل فيه في هدف في ماتش واحد 4 اهداف، فالمعدل عالي بالنسبه لفريق الداخليه. وهدف سيدريك اندومو وهدف الاول للداخليه كان في الانفاس الاخيره من الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول بهدفين مقابل هدف. ولكن الشوط الثاني ابتدى بقى الفارق الاهداف يزيد، عمرو فتحي اللي هو الشهير بعمرو صافيولا، و ايضا عمرو كمال البديل، اصبح حتى الكابتن علي ماهر عنده بودلة بيحرزوا له اهداف. ده اللي احنا ده شغل المدير الفني. البديل بتاعه بيدي ناتج، بيدي ناتج لان هو عنده اساس ماشي عليه، فبأي حاجه طول ما انت ماشي مظبوط اي حاجه هتحطها من وجهه نظرك هتظبطها، لان انت عامل اساس عندك بني عليه، بتبني على حاجه مظبوطه. غير لما بتنزل هو لعيب كويس هتنزله في اي وقت وانت مش دارس المباراه ماشيه ازاي، مش هيديك نتيجه، لان انت مش حاطط سيستم بمعنى اصح. نروح للقاء من اللقاءات الصراحه اللي كانت ايضا في منتهى الاهميه في صراع البقاء. عندنا لقاء الاتحاد وامبي، امبي بيتعادل في الدقيقه 90، الصراحه الاتحاد بيتقدم بهدف خالد الغندور، واحد من احلى الاهداف اللي احرزت هذا الاسبوع في الجوله 26. كابتن عادل، الاتحاد عانى من تغيير المدربين كثيرا، اتى بالكابتن محمد عمر. نادي امبي من الفرق الصراحه اللي عندها استراتيجيه قويه، عندها قاعده من قطاع الناشئين قويه، عندهم امكانيات قويه، ولكن حتى الان يعني النتائج مش على قد مستوى ايضا امكانيات نادي امبي. الفرقتين بيعانوا من بدايه الموسم تغيير المدربين. ودايما زي ما بقول لك انه عمليه الاستقرار الاداري والاستقرار الفني والاستقرار المالي المادي دي مهمين جدا لاي فرقه كوره عايزه تعمل نتيجه. النادي الاتحاد بيعاني لانه ده يمكن كابتن عمر اظن رابع جهاز او خامس جهاز بيخش على الولاد. فطبعا دي عمليه كبيره جدا، وطبعا ممكن يبقى رئيس النادي اللي موجود الحالي النائب مصالحي ما يتحملش جزء منها، لانه جه في فتره اظن من شهرين فقط. ده هدف هو دعم الفرقه. الهدف بس الاول عايز حضرتك تعلق لي عليه، لان هدف جميل جدا الصراحه من خالد غندور. ده من ضمن الحاجات الباكورد والحاجات اللي هي الضربه المزدوجه الخلفيه ديت، المفروض الولاد الصغيرين بنعلمهم عليها. سؤال شو نشوفها كتير الحاجات دي يا كابتن؟ لانه ما فيش حد بيشتغل الشغل ده دلوقتي. يعني انت ممكن بتعمل الكلام ده مع المدافع، ان المدافع يطلعها من جوه المرمى، وبعدين هنا الفيرويد ممكن يجيبها بالباكورد بالشكل ده، يتمرن عليها في وهو صغير ازاي يبقى بياخدها بالشكل الرائع اللي هو عمله ده. واعتقد يعني جات له في توقيت مناسب جدا، وهو لعبها بشكل قوي جدا. برضه نادي انبي برضه بيعاني انه بقى له ثالث جهاز او رابع جهاز يدخل على الفريق. نادي الاتحاد الحقيقه كان في كل ماتشاته
بيوصل للاخر 10 دقائق ويبقى في نوع من عدم التركيز. يعني حتى الجول اللي جه في الدقيقه 90 نتيجه خلل، بص الجول فين يعني، يعني الراجل يعني ده هدف التعادل في انت المفروض اخر خمس دقائق دي الثلاثه بونت دول بالنسبه لك حياه او موت. يعني ده انا بالوضع الطبيعي انا يعني مفروض كابتن عمر كان في الوقت ده، واعتقد ان يمكن اللعيبه يمكن لسه مش في حته التجاوب لسه مش موجوده في الاخر خمس دقائق ديت، مفروض كل بلعب بالجانب الدفاع الشق الدفاعي بلعبه قوي جدا بحيث ان انا ما يجيش فيها هدف. استاذن حضرتك بس اروح لسياده اللواء عثمان الدسوقي رئيس نادي الداخليه بس ناخد منه رايه عن اخر لقاءات الداخليه. مساء الخير يا فندم. الخير ازي صح. المشرف العام على الكوره بنادي الداخليه سياده اللواء عثمان دسوقي، مساء الخير يا فندم، برحب بيك وتحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن رضا شحاته. بسلم عليهم كثير السلام وكابتن عادل طعيمه والناس المحترمه وكابتن رضا الناس الافاضل يعني. البدايه بقول لحضرتك هارد لك، خساره امام مقاولين وخساره امام الاسيوطي، ولكن وضعيه الداخليه تحتاج الى فوز واحد اعتقد لضمان البقاء. ان شاء الله يعني انا اعتقد برضه ان اللي هيوصل ل 35 36 نقطه ده هيكون الطبيعي. نعم، يعني حضرتك شايف ان لسه لازم يبقى في حالتين فوز. طيب كيف ترى المواجهات القادمه بالنسبه للداخلي؟ طب ما تخلينا نتكلم على ماتش الاهلي الاول. ماشي اتفضل اتكلم على ماتش الاهلي، انا كده كنت هختتم بيه بس كده خلاص حضرتك عايز تبتدي بيه اتفضل. هو يعني بس هو في ان شاء الله يبقى ماتش كويس باذن الله تعالى. وبرضو احنا هو الماتش ده اساسا بتاعنا نعم. المهم اتفقنا على اساس ان ان شاء الله اللي هم الجمهور المصرح بيه بالدخول اللي هم 500 دول يعني بدون تذاكر يتفضلوا يشرفونا يعني، ويعني ده تشجيع للجمهور بعد كده يبتدي يدخل في الماتشات كلها. برضو احنا ماتشاتنا مع الاهلي دايما بتبقى ماتشات كويسه يعني، سواء يعني الاهلي طبعا فرقه كبيره واحنا بنطمع ان احنا نعمل ماتش كويس معانا ان شاء الله. طيب هل النتائج العكسيه في اخر اللقاءات يا فندم هتبقى دافع قوي بالنسبه لادائكم امام الاهلي؟ بص انت حضرتك الماتش المقاولين اعتقد احنا ادينا مباراه طيبه يعني بس كنا غير موفقين في النتيجه في الاخر. نعم. ماتش الاسيوطي للاسف ما عملناش اللي علينا كلعيبه وكده. انما نتعشم ان شاء الله في ماتش النادي الاهلي تكون مباراه كويسه نستمتع بيها كلنا ككوره يعني سواء النادي الداخليه او مصر كلها تستمتع بيها يعني النادي الاهلي وكده. يعني يمكن احنا كنا عملنا ماتشات قبل كده من النادي الاهلي من سنتين ثلاثه وكسبنا النادي الاهلي وفي ماتشات اتعادلنا وكده فنطمع ان احنا يكون ماتش كويس. طيب عايز اسال حضرتك الاختلاف، هل في اختلاف كبير ما بين حاله النادي الاهلي الان و الموجات السابقه اللي حضرتك ذكرتها امام النادي الاهلي حينما فاز الداخليه على الاهلي؟ بصوا طبعا يمكن من افضل المواسم للنادي الاهلي الموسم ده يعني يعني وانا يعني حقيقي بقدر القائمين عليه سواء الجهاز الاداري او الجهاز الفني وطبعا مجلس الاداره اللي فات والموجود حاليا فعلا في اختيار اللعيبه يعني حاجه منظمه جدا في تبديل اللعيبه في خلال الماتشات راحت اللعيبه الامور دي كلها فالحق يعني منظومه الحق الحمد لله كويسه. ففعلا يوم كل التقدير ويمكن لما بيكون النادي لاقي كويس المنتخب بيبقى كويس ويمكن مصر كلها بتبقى كويس. سياده اللواء عثمان دسوقي المشرف العام على الفريق الداخليه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ونروح للقاء طلائع الجيش وبتروجيت. صراحه بتروجيت امام طلائع الجيش واحد من الماتشات القويه، استطاع فريق بتروجيت انه يحصد نقاطها، كان في هدف ايضا على اعلى مستوى من اللاعب كريم طارق. اروح ليك كابتن رضا، الصراحه لقاء متكافئ. كابتن طارق يحيى كان مدير فني طلائع الجيش قبل انتقاله للزمالك ثم الان مع بتروجيت بيواجه فريقه السابق امام كابتن حلمي طولان، وكانت مواجهه قويه. مواجهه قويه الفرقتين من بدايه السنه شكل واحد تقريبا، في تغيرات بتحصل، النتائج تقريبا هي هي، بيكسب فرق كبيره يخسر من فرق سهله، ولكن التخبط اللي موجود في فرقتين يعني انا شايفهم فرقتين كبار وعندهم خبرات في الدوري كبيره، ولكن الناتج يعني مباراه كويسه بين الفرقتين. دايما عندنا مشكله في الدوري هنا في مصر، ويمكن الاهداف اللي انا في ثلاث اربع اهداف كده كنت عايز برضو اعلق عليهم. هدف فتح الله
وجول الاتحاد وهدف امبي اللي في الدقيقه 90. دايما عندنا مشكله في الكره الثانيه. يعني ايه في الكره الثانيه؟ سكند جول، الكره اللي بعد الفولو باك اللي هي الكره الثانيه على طول، عندنا مشكله فيها كبيره جدا. الاوفر بيتعمل يلمس الكره الثانيه دي، الكره الثانيه دي ما فيش ولا لعيب في مصر بيغطي الكره الثانيه دي. طب دي بتيجي من ايه يا كابتن رجب؟ تمرين، تعليم، تعلم اللعيبه انت ازاي بتوقف لعيبتك وازاي الكره لما تتلعب. انت في الحاله دي لو واحد بيشترك انت بتمسك اللعيب الثاني او بترحب في الجزء فين؟ كل حاجه التدريب. الهدف الاخراني الاخير، الهدف الفوز بالنسبه لبتروجيت برده كان نفس القصه. الكره الثانيه وعملها كريم طارق كله، لان انت لو شفت معظم الاهداف دايما الكرة التانية هي اللي هي المشكلة اللي فيها دايما أزمة، أو الكرة لما بتعلى بقى فيها مشكلة. أي كرة فيها حاجة عرضية أو كده اللعيبة بيبقى عندها أزمة فيها. يمكن الأهداف اللي أنا قلت لك عليها دي كمان فيها نفس العيب، لعيب واقف لوحده تماما. بس تعالى لحد هي نفس الفكرة. بص لو جبت الأوفر من الأول من البداية اللعيب بيلعب بدماغه والناس كلها بتبص عليه، محدش عارف حتى يتوقع إن الكرة تروح فين. حتى من غير توقع هتبقى واقف التمركز بتاعك، هو لاعب واقف لوحده تماما في مساحة كبيره جدا. فهنا بقى احنا بنتكلم عليه حته التمرين والتعود، ان انت بتعود اللعيبه اللي هو اوتوماتيك يقف في مكانه. لو بص الكوره اول ما بتتلعب كل الناس بتبص على الكوره، ما حدش بيبص على لعيب اصلا. بص هنا خلاص، ده لوحده هنا في المنطقه دي ازاي ما تفهمش. طبيعي ان اللي هنا الباك رايت بيرحل جوه بيقفل شويه، بس لازم تبقى عينه على اللعيب اللي على الطرف ده. فدي مشكله في الدوري كله. احنا معنا على الهاتف كابتن طارق يحيى المدير الفني لنادي بتروجيت. مساء الخير يا كابتن ومبروك الفوز. الله يخليك يا ابو حميد، ازيك حبيبي؟ الله يخليك، الله يبارك فيك. تحياتي وتحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن رضا شحاته. اهلا بيكم، منورين كابتن عادل طعيمه. طبعا كابتن رضا، ازيك يا حبيبي؟ كابتن طارق، يا هلا كابتن. كابتن طارق، فوز مهم وصعب في الدقائق الاخيره، هدف جميل جدا بالنسبه لكريم طارق، ولكن خلينا اقول لحضرتك عوده شماتس مره ثانيه لتشكيله فريق بتروجيت ادت انتعاش. اكيد بقول الحمد لله والشكر لله طبعا على المكتب. هو مكتب مهم جدا في وقت صعب جدا، في وقت النقطه فيه ليها طعم وليها ثمن. فما بالك بقى بثلاثة بونت من فرقة محترمة زي فرع الجيش، دي حاجة برضو تحسب للولاد يعني، مفيش شك. شملت أنا لما جيت الولد كان عنده مشاكل يعني نفسية داخلية بينه وبين نفسه، إن هو كان تقريبا من سنة كده النادي الأهلي طلبه وبتروجيت تقريبا عرضوا مبلغ كبير، فالنادي الأهلي تراجع، فالولد حضرت له حاله احباط يعني. فانا لما رحت لقيته محبط جدا. نعم. ومتضايق وزعلان، فرصه بالنسبه له النادي الاهلي وكده. فقعدت معاه قلت له والله انا ما عنديش مشكله اشوف عرضه وتمشي يعني، لو انت عايز تمشي امشي. وفعلا خد بعضه ومشي ولما حاجته على اساس ان هو هيروح نادي يعني وكده، وقال لي خلاص اوكي. وانا وافقت له، وفوجئت بعد اربع ايام كده من تولي المسؤوليه. حتى هو ما كانش موجود معايا في ماتش الاولاني اللي هو الانتاج الحربي يعني. نعم. ففوجئت لقيته راجع بيقول لي يا كابتن انا خلاص انا قاعد معاك وكده. قلت له بص انا عشان تقعد معايا انا ليا شرط. قال لي ايه؟ قلت له تشتري دماغك خالص وتطرد دماغك خالص في الملعب وما اسمعش كلمه امشي دي. وانت لعيب كويس وعاجبني، لو انت ما خدتش فرصه حقيقيه اخر موسم امشي. بس ما اسمعش صوتك تاني وتقول لي ان انا عايز امشي. وان انا قرفان وان انا زعلان. موضوع النادي الاهلي ده خلاص ولا النادي الاهلي لما يعوزك، الزمالك لما يعوزك، اي نادي هيعوزك انا ما عنديش مشكله. انا ياما رحت انديه وسبت احسن لعيبه فيها لمجرد ان الزمالك او الاهلي عايزينها. ليه؟ لان انا ما بحبش اقف في طريق حد او مستقبل حد يعني. طيب كابتن، فده كان شرطي له. فالولد امتثل ولعب واديته فرصته، وهو الحمد لله بيأدي بشكل جيد دلوقتي يعني، من اللعيبه المهمه عندي الحمد لله يعني. بكل تأكيد. ايضا وجود علاء علي واتشيمبونج الصراحه ابتدى يخش ايضا في اجواء فريق بتروجيت، وفوز الصراحه كان مهم يا كابتن. الان بتروجيت اعتقد يحتاج الى فوز واحد للبقاء رسميا داخل الجدول. هو طبعا الحمد لله والشكر لله طبعا، احنا يعني الفرقه استلمناها عندها 17 بونت في المركز ال 12 او 13. طبعا كان بيننا وبين الفرقه الثالث من تحت اللي هي المفروض انها تنزل حوالي 3 بونت. فلما الفرق يوصل ل 10 بونت وتوصل لمركز تاسع، دي برده بحد ذاتها الحمد لله بفضل الله، ده كرم كبير جدا من عند ربنا. وفي نفس الوقت انت بتتكلم على مرحله جديده ثاني خالص، انت كان ليك هدف وهو انك تبعد عن المنطقه اللي تحت. دلوقتي الهدف اتغير شويه وده وصل للعيبه.
ان انت لازم تلعب على مركز متقدم بقى شويه، يعني على الاقل تخش في الستة الاوائل او السبعة الاوائل. فده الكلام اللي احنا بنقوله للعيبة. مفيش شك طبعا ده هياخد مجهود وهياخد تركيز منهم، واحنا قلنا لهم ان احنا املنا في ربنا وفيهم كبير، اتمنى ان هم يستوعبوا النتائج اللي فيها تحسن كبير ان شاء الله الحمد لله في الفترة اللي فاتت، ويستثمروا بشكل جيد، ويحاولوا بقدر الامكان ان هم يحطوا بتروجيت في مكانها الطبيعي. بتروجيت الاول يا محمد كان فرقه صراحه كان ليها باع طويل، ومن الفرق اللي صراحه يعني بتصدر كمان لعيبه كبار يعني لا كان وليد سليمان ومحمد كوفي ومحمود عبد الحكيم ومحمد شعبان ومحمد واحمد كان لعيبه كبار. كابتن كان تيم مرعب يعني ايام الكابتن مختار محمود عبد الحكيم، كان تيم مرعب. كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن طارق يحيى بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الوقت عندنا ضيق. كابتن عادل، لقاء الرجاء وسموحه. كابتن رمضان صراحه استطاع ان هو يقتنص نقطه مهمه، لسه بيتكلم ان عنده اماني في البقاء، واعتقد ان كان كابتن رمضان لو تولى المهمه بدري مع فريق الرجاء كان هيبقى فيه تواجد افضل من كده. الله يفتح عليه. بس في نقطتين مهمين، اولا لازم نحيي كابتن هادي خشبه طبعا مع رئيس نادي الاسيوطي علشان مش علي علي طبعا مدير فني رائع، هيبقى اكتر من كده كمان اداؤه، بس في رئيس النادي وفي طبعا كابتن هادي المنظومه وفي المشرف في الداخليه. شفت الراجل ما اتكلمش على التحكيم، ولا على الرغم ان هو في ماتش المقاولين كان في برضه يعني بعض الحاجات كده الشوائب البسيطه. طبعا كابتن رمضان لو هو خد الفرقه من بدايتها، وده برضه بيرجع لادارات الانديه، ان انا وانا بتعاقد مع مدير فني بتعاقد معاه وانا مقتنع تماما علشان هجيب لعيبه وهيتعاقد مع لعيبه سواء في الصيف او في الشتاء، فانا ببقى حريص جدا ان انا احسن الاختيار. نعم. برضه ردا على الكابتن طارق، محمد يوسف عمل ماتشات في منتهى الروعه. نعم. لكن ما كانش فيه توفيق، فما ينفعش ان انا اقول ان واخد الفرقه 14 بونت ولا محمد يوسف كان عامل ماتشات قويه جدا. هو كابتن هو كان بيتكلم على النقاط، ما انا يعني بتكلم على النقاط. ما هو النقاط يعني ما فيش توفيق. ما هو برضو يعني اي مدير فني. هو صراحه كابتن طارق يعني انا بتكلم على كابتن طارق يعني بتكلم على محمد يوسف. لا كابتن محمد يوسف كمان كان بيأدي على حقه بس. لا هو فعلا حتى برضو في طلائع الجيش احمد سامي كان عامل شغل، يعني حتى كابتن طارق كان ماسك طلائع الجيش واحمد سامي جه بعديه. نعم. وكان برضه في سوء نتائج مع كابتن طارق ومشي. نعم. واحمد سامي مسك وبرضه من ولاد النادي الاهلي وعمل نتائج رائعه، وصل اظن المركز السادس. هو الصراحه حضرتك يعني مركز فعلا، اولاد النادي الاهلي لما بيتولوا الاداره الفنيه بيحدثوا الفارق. محمد يوسف نفس القصه، محمد يوسف يعني بطوله دوري افريقيا وبعدين مسك بتروجيت في وقت صعب جدا، كان فاضل اربع ماتشات وبعدين فضلوا عمل نتائج مشرفه جدا، حصل سوء توفيق شويه، لكن ما نقدرش نقول ان هو ما كانش مأدي كويس، كان الولاد واقفين على حيلهم وبيأدوا اداء رائع جدا. ماتش الرجاء الحقيقه سوء توفيق غير طبيعي، اربع انفرادات الشوط الاولاني لفريق الرجاء، حاجه وكره في العارضه، يعني الكره مش عايزه تخش على والروح القتاليه اللي الولاد بيلعبوا بيها، لو اي فرقه معاها مدرب تاني غير حد من ولاد النادي الاهلي اللي عنده 18 بونت بيلعب لاخر نفس، وتلاقي اللعيبه بتلعب بمنتهى القوه منتهى الروح القتاليه، الروح اللي بتاعت النادي الاهلي بيوصلوها للفرقه. الرجاء عندها 18 بونت يعني عايز معجزه علشان يوصل، ومع ذلك الولاد بيلعبوا سموحه، وسموحه امكانيات اداريه وماديه وفنيه وكل النواحي. نعم. ويعني لحد اخر دقيقه كان الاداء رائع جدا، وهارد لك، لان فعلا الثلاثه بونت دول كانوا مهمين جدا، انما يعوضوا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب كابتن رضا، اخذ منك، هل استمرار كابتن رمضان السيد وقرار اداره الرجاء باستمراره في الموسم المقبل حتى وان كان فيه هبوط ده قرار شايفه صح؟ طبعا طبعا، استقرار بيهدى وبيفكر صح وما بيبقاش تحت ضغوط ان هو ما في اخر. انا اعرف مدربين في الدوري الممتاز ماسكين فرق، هي السنه الجايه ماسكين فرقه ثانيه، عاملين عقود في فرقه ثانيه، فازاي؟ دي ده من ده حاجات غريبه جدا يعني. لا الحاجات دي بتبقى صعبه، ولكن
يا رب في الفتره اللي جايه الحاجات دي تتعدل وتبقى لصالح الكوره يعني ان شاء الله. ده كان كلامنا تحليلنا النهارده، خدنا كل الجوله ال 26 في دوري العام المصري، اتكلمنا عن ابرز الايجابيات وابرز السلبيات. في النهايه طبعا بشكر ضيوفي الكرام كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل طعيمه، شرفتينا ونورتينا يا فندم، ان شاء الله اشوف حضرتك تاني. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن رضا شحاته، شرفتينا ونورتينا حبيبي يا فندم، ربنا يخليك. قبل ما اختم مع حضراتكم طبعا كنت اتكلمت على مروان محسن، النهارده عيد ميلاده واحرز هدف جامد جدا في التمرين، اتمنى له العوده مره ثانيه ان شاء الله يكون في اقرب فرصه مع المنتخب المصري وايضا مع النادي الاهلي بيحرز اهداف. عاملين له كليب هنا من اسر قناه النادي الاهلي بنقول له كل سنه وانت طيب يا مروان، اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديد.